سيدة المستشارات المحترمات، السادة المستشارون المحترمون، عملا بأحكام الفصل 100 من الدستور ووفقا لمقتضيات نظام الداخلي لمجلس المستشارين، أعلن أو يخصص المجلس هذه الجلسة لأسئلة السيدات والسادة المستشارين وأجوبة الحكومة عليها. وقبل الشروع في تناول الأسئلة الشفهية المدرجة في جدول عمل هذه الجلسة، أعطي الكلمة للسيد الأمين ليطلع المجلس على ما جد من مراسلات وإعلانات. تفضل السيد الأمين. شكرا سيد الرئيس. نحيط المجلس الموقر بأن رئيس الحكومة أودع لدى مكتب مجلس المستشارين مشروع قانون رقم 83/17 بتغيير القانون رقم 41/10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي. كما توصلت الرئاسة بمراسلة من السيد وزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان يخبر من خلالها المجلس طلب السيدة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بتأخير برمجة الأسئلة الموجهة لوزارتها إلى ما بعد الأسئلة الموجهة لقطاع التنمية المستدامة، نظراً لارتباط السيدة الوزيرة بنشاط حكومي طارئ. وبالنسبة للأسئلة التي توصلت بها الرئاسة إلى غاية يوم الثلاثاء 16 يناير 2018، فهي كالتالي: عدد الأسئلة الشفهية 43 سؤالاً، عدد الأسئلة الكتابية 13 سؤالاً. كما أننا سنكون على موعد بعد نهاية هذه الجلسة مع جلسة عامة تشريعية ستخصص للدراسة والتصويت على عدد من النصوص الجاهزة. شكرا سيد الرئيس. شكرا السيد الأمين. نستهل جدول أعمال هذه الجلسة بالسؤال الآني الموجه لقطاع التعليم العالي وموضوعه انتقال أساتذة الجامعيين. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لتقديم السؤال. تفضل السي حسن. شكرا. شوية هدوء عفاك. تفضل السيد. السيد الرئيس، السيدان الوزيران، السيدات والسادة المستشارين. السيد الوزير، لقد أقدمت وزارة الحكومة على فتح باب الترشيح لانتقاء أساتذة جامعيين من بين الموظفين. غير أن فريق الاستقلالي وهو يتمن هذه الخطوة يجد في هذه الشروط حيفا واضحا بالنسبة لحملة الشواهد العلمية غير الموظفين المؤهلين لهذه المناصب، وسعي وراء تكافؤ الفرص وامتصاص البطالة في صفوف المعطلين حملة الشواهد. نسائلكم سيد الوزير، هل تفكر الوزارة في فتح الباب في وجه الشباب المعطل الحامل الشواهد العليا؟ شكرا. شكرا السيد المستشار. الكلمة لكم السيد كاتب الدولة للإجابة على السؤال. شكرا جزيلا سيد المستشار المحترم. بداية أعلن على أنه خلال سنتين فقط، السنة الماضية وهذه السنة، تم انتقال عدد المناصب المالية المخصصة للتعليم العالي. السنة الماضية 2017 400 منصب محدث و700 منصب في إطار التحويل. بالنسبة للقانون المالية ديال هذه السنة 2018 حوالي 700 منصب محدث ومثلها فيما يتعلق بالمناصب المحولة. ومعلوم أن المناصب المحدثة هي مناصب جديدة، إلى قلنا 400 و700 هي 1100، وهي مفتوحة لكافة الطلبة الحاصلين على الدكتوراه. ما على الجميع في تقديري إلا أن يتوجه الجامعات الآن، وزعنا عليها المناصب المالية بناء على واحد مجموعة من المعايير، وشرعت الآن في الإعلان عن المناصب المالية في بواباتها الإلكترونية وكذلك في بوابة الجامعة، وعلى المعنيين بالأمر أن يتوجهوا مباشرة إلى إيداع ملفاتهم في هذا الشأن. وشكرا. شكرا سيد كاتب الدولة. لكم الكلمة السيد أحد السادة المستشارين من فريق الاستقلالي في إطار التعقيب. شكرا سيد الوزير. في الحقيقة طرحنا لكم هذا السؤال لأنه تنتوصلوا بواحد العدد ديال الشكايات والتساؤلات من طرف شباب مغربي حاصل على الدكتوراه، وهما بالنسبة لهم ما كيتفهموش هذا الأمر هذه، لأن بالنسبة لهم الشهادة هي اللي كتخول الواحد أنه يولج لهذا المنصب ديال أستاذ جامعي. تيبذلوا مجهود ديالهم، وواحد العدد كبير منهم باغين يمشيوا لهذا المجال ديال التعليم العالي، وبالتالي ما كيفهموش أنه تيمكن تكون بين الشروط أيضا الإضافية هو أنه يكون موظف.
لدرجه ان شي وحدين كيقترحوا عليهم يمشي يخلي الشهاده الدكتوراه ديالو والماستر والاجازه ويدخل بالبكالوريا يدوز شي مباراه يدخل جامعه ولا اي شيء من هذا القبيل، ومن بعد ذلك يمشي عادي يخرج الدبلومات ديالو باش يمشي حتى هو تكون عنده حظوظ اكثر باش يمكن يولج لهذا المنصب ديال الاستاذ الجامعي. يعني هذه يعني بحال تيبان حيف، اكيد انه كاين حيف. ثم الوزاره لقات في هذه الطريقه هذه حل باش تكبر العدد ديال الاساتذه الجامعيين 50% مناصب محدثه و 50% من بين الموظفين، ولكن كان ممكن يكون اجتهاد احسن من هذا باش تفتح ابواب اكبر عدد ديال المواطنين اللي عندهم الشهاده، وباش تكون الشهاده ديال الدكتوراه هي الاساس الذي يعتمد عليه لولوج هذه المناصب، لان هي مناصب واخا كيتم التحويل ولكن راها مناصب اللي خصها تكون جديده بالنسبه للاساتذه الجامعيين. اذا غير مفهوم بالنسبه لهاد الناس. تكلمتوا على سنتين وكاين اللي كيتكلم على 4 سنوات وخمس سنوات وهو كينتظر باش تفتح هذا الباب. ثم التوزيع راه ما كاينش متساوي على الجهات، بلا ما نتكلم على نقطة أساسية خاص السيد الوزير ديروا فيها واحد المجهود كبير ديال المراقبة، هو هذاك الشروط أو اللي كتوضع في هذاك الطلبات ديال الترشيح باش ما يكونش هذا الشيء هذا على المقاس بالنسبة للأساتذة اللي كيدخلوا. والسلام. شكرا سيد المستشار، لكم الكلمة لرد التعقيب السيد الكاتب الدولة في حدود الوقت المتبقى. شكرا جزيلا. في الحقيقة في التعقيب ديالك تحت لي واحد الفرصة باش نوضح. اولا نزيد ناكد على انه المناصب المحدثه اللي هي 400 منصب و700 منصب راه كنتحدثوا على 1100 منصب مفتوحه في وجه حاملي الدكتوراه من غير الموظفين باش تكون هذه القضيه واضحه. المساله الثانيه اللي ترتيها اللي هي مهمه جدا قضيه المراقبه والتتبع المساطير ديال اجراء المباريات محدده، ويتم توزيع المناصب الماليه على الجامعات بناء على معايير. انا نقولها لك، اولا التخصصات الجديدة، ثانيا عدد الأساتذة المتوقع إحالتهم على التقاعد، ثالثا نسبة التأطير والاكتضاد. كناخذوا واحد العدد ديال المعايير باش كنوزعوا المناصب على الجامعات، وكل جامعة تاخذ هادشي بعين الاعتبار وكتعقد مجلس الجامعة الذي بدوره يبت في توزيع المناصب المالية على المؤسسات. ومجلس الجامعة والجامعة هي التي تقوم بعملية فتح باب الترشيح والسهر على المباريات من البداية إلى النهاية. دورنا بحال اللي تفضلتي هو المراقبة تتبع إن كانت هناك من طعون احنا كنراقبوها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال لأنه في نهاية المطاف اللي كيعلن على النتيجة بشكل رسمي وكيأكد المنصب هي الوزارة، وبالتالي في الوقت اللي كتوصلنا طعون قانونية وعندها المصداقية ديالها ما كنتردوش بصفة نهائية باش نعاود نطلبوا إعادة فتح المباراة من جديد. فإذا كانت هناك طعون في هذا الشأن هذا نحن منفتحون ومستعدون أن نتقبلها وندرسها حالة حالة. الكل في نهاية المطاف في سياق المحافظة على تكافؤ الفرص وأخذ بعين الاعتبار أولا البعد الاجتماعي بحال اللي ذكرتي وحاجيات الجامعة الحقيقية. وشكرا. شكرا السيد كاتب الدولة. السؤال الثاني موضوعه ملائمة مسالك التكوين مع حاجيات سوق الشغل. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الأسرة والمعاصرة. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء، إخواني وأخواتي المستشارين والمستشارات. السيد الوزير، في الحقيقة السؤال ديالنا ديال الملائمة بين مسالك التكوين ومتطلبات الشغل في بلادنا سبقنا وطرحناه للحكومة اللي قبل منكم وسبقنا طرحناه للوزير ديال القطاع، ولكن الجواب السيد الوزير كان جوابا غير كافيا وغير شافيا. السيد الوزير خصكم تعرفوا بأن مجموعة من الشباب المغربي حاملي الشهادات العليا أو شهادة ديال الماستر أو لا ليسونس أو شواهي أو دبلومات ديال التكوين أنهم في عزلة تامة، أن مجموعة ديال الشباب عاطلين وغير عاجزين أنهم يولجوا سوق الشغل. هذا شكون تيتحمل المسؤولية ديالو السيد الوزير؟ خص يكون حنا الحكومه والتكوين يكونوا في خط متوازي. دابا حنا الا كنا تنتجوا واحد العدد ديال حاملي الشهادات اننا تنعجزوا اننا ندمجوهم في سوق الشغل. السيد الوزير نعطيك على سبيل المثال مثلا المناطق اللي تتزخر بواحد المؤهلات اللي هي طبيعيه مثلا كورزازات، اللي علاش ما تخلقوش مراكز ديال التكوين ديال الطاقات المتجدده مثلا الزلال حنا عندنا في الجامعات القرويه وفي الجهه ككل، علاش ما تخلقوش مراكز ديال التكوين ديال الفلاحه، مراكز ديال التكوين ديال الزراعه، مراكز ديال التكوين ديال الفلاحه
انك اللي تمص شويه الغضب وتخلق فرص ديال الشغل السيد الوزير. في الحقيقه كما تعلمون السيد الوزير هاد الافواج اللي انها تخرجت انها تخرجت بواحد التكلفه باهظه سواء لا من جهه ديال الدوله او التكلفه الاسريه. فاش هاد الناس تخرجوا وخدموا وجدوا هاد الشواهد ديالهم العليا اننا احنا في لقاءات متواصله معهم كبرلمانيين ان السؤال الجوهري والسؤال الوحيد احنا قرينا وصلنا وخدينا شواهد ولكن اشنو شكون اللي تيتحمل المسؤوليه اللي غادي يخدم هاد الناس؟ وهاد الناس دابا عوض يكونوا منتجين حنا عوض ننتجوا راس مال بشري انه يكون منتج للدوله ومنتج للعائله ديالو ومنتج للمجتمع ديالو ولينا تنتجوا راس مال بشري انه على المجتمع وانه دابا تنشوفوا هاد الاحتقانات السيد الوزير اللي كاين اللي تيتزعم غير حامل الشواهدات سي نورمال لانه يئس بانه لان الشباب ديالو دوزوا في القرايه وتكلف وقرا ودمر وكل شيء وبالتالي انه تيلقى راسو امام باب مسدود انه ما يمكنش يولج لسوق الشغل. اش تيدير؟ خصو يتزعم الاحتجاجات وينوض الصداع ويكون جزء من المشكل. السيد الوزير بغيناكم تخلقوا واحد الحبل ديال الثقه بين المواطن وبين الحكومه، انتم كحكومه انكم تثقوا خصكم تخلقوا حدود ان يثق فيكم المواطن، باش يثق فيكم المواطن انكم تعطيه وعود ووعود تكون عند الوعود ديالكم، ان الى خدم هذا السيد اش غادي نوجدوا ليه؟ سينو علاش هذه الكليات وهذه الجامعات وهذه مراكز التكوين علاش السيد الوزير؟ وحنا عندنا حنا تنصنعوا مثلا طيارات او السيارات، حنا خصنا نكبروا ونوسعوا هاد الميادين هذه اللي نوفروا لهاد الناس فرص ديال الشغل. وشكرا. شكرا السيد المستشار، الكلمه لكم السيد كاتب الدوله للاجابه على السؤال. شكرا السيد المستشار المحترم، هذا السؤال الازلي الذي يطرح دائما وهو الملائمه ما بين التكوين وحاجيه سوق الشغل. غير السؤال راه في شقين، فيه التعليم العالي والتكوين وفيه سوق الشغل، بمعنى انه المساله راه فيها تعدد شركاء واطراف اللي عندهم علاقه بهذا المجال من القطاعات الحكوميه المعنيه، المقاوله، التسهيلات الجبائيه فيما يتعلق بالماليه الى اخره. على كل حال هذا ما غندخلش فيه، انا غنتكلم فقط على ما يتعلق بالاجراءات التي نتخذها عاده فيما يتعلق بالملائمه بين التكوينات الجامعيه وحاجات سوق الشغل. هذا همنا المشترك وما كاينش حاجه اللي تنفكروا فيها قد هذه، ولكن هناك واحد مجموعة من المعادلات خصنا نحلوها. مثلا تنطرحوا سؤال تنقولوا من حق كل واحد انه يدخل التعليم العالي، وهنا تنتلقى اسئله من طرف الساده المستشارين والنواب المحترمين انه ينبغي ان نفتح فرص التكوين لكل الحاصلين على البكالوريا وبعدد اوفار، وكل واحد عنده الحق في التعليم الجامعي. اذا دائما كيتطرح هذه القضيه ديال واش كل واحد غادي يولج للجامعه. المفروض انه سيجد بعد التخرج مباشرة الفرصة ديالو في سوق الشغل. المسألة الثانية باش يمكننا نقلصوا هذا الهوى ما بين التكوين وسوق الشغل، كناخذوا واحد العدد ديال الإجراءات. أولا المعلوم أن المؤسسات ديال التعليم العالي فيها مؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، كلية الآداب والحقوق وكذا إلى آخره، كنحاولوا نرفعوا فيها الإجازات الممهننة المرتبطة بسوق الشغل، مازال ضعيفة حد الساعة، احنا في حدود حوالي 4.5%، نطمح إلى أن نصل إلى 10%، ولكن بالمقابل عندنا المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود بحال مدارس المهندسين وكليات الطب وغيرها، هذه لو طو دانسيرسيون فيها طالع نسبيا، وحنا متبعين هذا الشيء بالإحصاءات. إنما عندنا واحد العدد ديال الإجراءات أخرى ما قبل التعليم الجامعي. كنشتغلوا الآن على التوجيه المبكر، كنشتغلوا على إصلاح نظام البكالوريا من أجل تقليص العدد ديال الشعب، وعاود كنشتغلوا ما بعد التخرج على المواكبه الخريجين عن طريق جوج ديال الاليات. الاليه الاولى هي لانابيك كما تعلمون، وعندنا معها تعاون قوي جدا، وكيفين نقول لك على انه الان في وسط الجامعات كاينه الوكالات ديال لانابيك باش يوجهوا الطلبه. ثم على مستوى وزاره التشغيل تم احداث المرصد الوطني للتشغيل اللي الدور ديالو هو يزودنا احنا في الجامعه بالمعطيات المتعلقه بسوق الشغل والحاجيات المستقبليه ديال واحد مثلا 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات، باش حنا كذلك ناخذوها بعين الاعتبار في اعتماد التكوينات داخل الجامعات، وهكذا يحصل هذا النوع من التعاون ما بين القطاع ديال التشغيل، القطاع ديال التكوين والمقاوله
باش نحلوا هذه المعادله هذه. شكرا جزيلا. شكرا السيد كاتب الدوله. في بضع ثواني مثل لكم واحد خمسه او سته ديال الثواني. تفضل السيد المستشار في اطار التعقيب. السيد الوزير، حنا اللي غادي نقولوا لكم حنا كفريق، حنا بغيناكم وتنطلبوا منكم انكم ترجعوا الثقه ديال حاملي الشهادات المواطنين ديالنا المغاربه في الحكومه ديالنا، في الحكومه المغربيه ديالنا. وشكرا. شكرا السيد المستشار. السؤال الثالث موضوعه اصلاح التعليم العالي. الكلمه لاحد الساده المستشارين من الفريق الحركي لبسط السؤال. تفضل السي حمد. شكرا السيد الرئيس المحترم، الساده الوزراء المحترمين، السيدات والساده المستشارين المحترمين. اطلقت الحكومه ورش اصلاح التعليم العالي بناء على الرؤيه الاستراتيجيه لاصلاح منظومه التربيه والتكوين 2015-2030 التي عدها المجلس الأعلى للتعليم، والتي على ضوئها تم إعداد مشروع قانون إطار. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم حول ما يلي: أولاً، ما هي الخطوط العارضة لاستراتيجية الإصلاح المقترحة؟ ثانياً، ما هي الإجراءات المتخذة لتنزيل هذه الإصلاحات؟ شكراً السيد الرئيس المحترم. السيد المستشار، لكم الكلمة السيد كاتب الدولة للإجابة على السؤال. شكرا جزيلا سيد المستشار المحترم. أشرتم إلى أنه هذه السنة هي سنة مفصلية في تاريخ إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في بلادنا، ذلك أنها ستشهد ميلاد أول قانون إطار لإصلاح المنظومة منذ الاستقلال اليوم. ينتظر إن شاء الله قريبا أن يعرض على المجلس الوزاري بعدما تم دراسته في مجلس الحكومة. وأعتقد أن التفاعل الإيجابي الحاصل اليوم مع هذا القانون باعتبار مركزيته في عملية الإصلاح هي مهمة جدا، وعلى كل حال سنتفاعل إيجابيا مع الشركاء ديالنا، مع النواب، مع المستشارين في الوقت اللي غادي يجي هذا القانون لمسطرة المصادقة. هذا الإصلاح ديال التعليم العالي فيه شقين، فيه شق هيكلي كبير، وفيه أشياء اللي هي كنعتبروها أولوية على مستوى القطاع ديال الوزارة. في الشق الهيكلي الكبير هناك إصلاح القانون الإطار 0.1.0 المنظم للتعليم العالي. هذا القانون هذا علاش تأخر؟ لأنه ما يمكنش يخرج بلا ما يخرج القانون الإطار هذا اللي تكلمنا عليه، اللي المفروض أنه يجي. المسألة الثانية التي يتضمنها هذا الإصلاح، أولا نحن في حاجة إلى خريطة جامعية وطنية مهيكلة، وهذا واحد الورش كبير وكبير جدا، نحاول أن نلائم فيه ما بين العرض الجامعي وما بين الجهوية المتقدمة. هذا ورش. الورش الثاني هو اللي ذكرته حول الإصلاح ديال القانون الإطار 0.1.0، لأنه من 2000، هذا القانون من 2000 إلى اليوم فيه ثغرات كثيرة، فيه أشياء استجدت في المجال ديال التعليم العالي ولكن مع ذلك غير مستوعبة من طرف القانون. يكفي نعطيك على أنه مكونات التعليم العالي اليوم القانون الإطار كيتكلم على 3، والواقع الحال اليوم 5 مكونات. كاين مؤسسة التعليم العالي التابعة للجامعة، غير التابعة للجامعة، الخاص، المؤسسات الشركة والمؤسسات الأجنبية التي أرادت أن تفتح فروعا لها في المغرب. هذا هو الباكيج كله. كثير من الناس يخلطون ما بين إصلاح الجامعة اللي هي جزء من هذا الإصلاح الكبير وبين إصلاح التعليم العالي اللي يضم هذه المكونات كلها. يعني نعطي بعض الفلاشات فيما يتعلق بالجزء الثاني اللي هو سميته إجرائي. أولا أنا قمت بواحد الجولة الحمد لله ختمتها هذا اليوم بالضبط، راني جيت من آخر لقاء في جامعة محمد الخامس. من نوفمبر إلى اليوم جلت الجامعات المغربية كلها من بدايتها إلى نهايتها. عندنا الخلاصات الآن الحمد لله متوفرة، ويتوقع أن نعقد في غضون الشهر القادم إن شاء الله اليوم الوطني حول الإصلاح البيداغوجي، واللي غيكون بواحد الصيغة تشاركية مع النقابات، مع الجامعات، مع المقاولة، باش يمكن نوجد واحد التصور الذي ينسجم مقتضيات القانون الإطار الذي ننتظر صدوره إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا سيد كاتب الدول. لكم الكلمة في إطار تعقيب سيد المستشار. تفاعلا مع جوابكم القيم السيد الوزير المحترم، نؤكد في الفريق الحركي دعمنا لكل مبادرة إصلاحية تستهدف لارتقاء المنظومة التعليمية، خاصة فيما يتعلق بإجبارية وتعميم التمدرس منذ سن 4 سنوات وإدماج التعليم الأولي في المنظومة التربوية العمومية، وضرورة إتقان اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية وكذا اللغات الأجنبية، وتصحيح الاختلال والإزدواجية في لغات التدريس بالتخصصات العلمية،
وفي نفس السياق نسجل بعض الملاحظات والمؤاخذات حول مشاريع لإصلاح المقترحة وتتمثل في مالي. أولا اقتراح بعض الرسوم التسجيل بمؤسسات التعليم العالي على الأسر الميسورة دون إبراز معايير لتحديد الأسر المستهدفة، مما يعزز التخوف على ضرب المجانية كمكتسب، وبالتالي إثقال كاهل الأسر الفقيرة والمتوسطة، علما أن معظم الأسر القابلة للتصنيف في دائرة المقترح تدرس أبنائها في التعليم الخاص وخارج الوطن، كما أن أزيد من 80% من طلبة الجامعات والمعاهد العليا تشملهم المنحة الجامعية. فهل يعني هذا السيد الوزير المحترم قرار التراجع عن من هذه المنحة في وقت نتطلع جميعا إلى تعميمها؟ ثانيا اقتراح مبدأ مساهمة الجامعات الترابية في تمويل التعليم مما يعزز هشاشتها في ظل ميزانيتها المحدودة. ثالثا نقترح التركيز على دعم استقلالية الجامعة وكذا الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ودعم البحث العلمي ماديا ومعنويا وإشراك مختلف المكونات المجتمعية قصد تملك هذا الإصلاح. رابعا السيد الوزير بناء جامعة قائمة الذات في كل جهة من جهات المملكة وخاصة الأقاليم الجنوبية، والسيد الوزير المحترم وجهة درعا تافيلات، وهذا كان مطلبنا في الحكومات المتعاقبة، ونتمنى من الحكومة الحالية تخرج هذا المشروع الحيز الوجود وهو بناء جامعة في الأقاليم الجنوبية سواء في مدينة داخلة أو مدينة العيون. أو ولكم واسع النظر السيد الوزير، أنتم اللي تختاروا المكان فين كان، وهذا راه مطلب ملح كطالب به جميع الساكنة ديال الأقاليم الجنوبية. السيد الوزير المحترم، إن التعليم مثل الماء والهواء، كما قال المفكر طه حسين، فلنرتقي بهذا القطاع. انتهى الوقت السيد المستشار. من منطلق تجريبي نحو إصلاح شعوري. السيد المستشار انتهى الوقت. شكرا. انتهى الوقت، ما بقى شيء الوقت، ولكن نعطيك واحد 10 ثواني السيد الكاتب الدولة. هو في الواقع ما تفضل. شكرا جزيلا سيد الرئيس على الأريحية ديالك. في كل الأحوال القانون الإطار هذا اللي تكلمت عليه هو غادي يجي إن شاء الله بعد مصادقة عليه في المجلس الوزاري للنقاش، وهناك سنتحدث عنه بالتفصيل اللازم ونقدم التوضيحات اللازمة. شكرا. شكرا سيد كاتب الدولة، ونشكركم على مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل للسؤال الأول الموجه لقطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وموضوعه هزالة التعويضات العائلية. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الاستقلالي للوحدة والتعادل لتقديم السؤال. تفضل سيد المستشار. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء، سيدات السادة المستشارين المحترمين. إن هزالة التعويضات العائلية سيد الوزير تسائل الحكومة، هل في نية الحكومة الزيادة في هذه التعويضات؟ كيف ذلك؟ وشكرا. شكرا سيد المستشار، الكلمة لكم سيد الوزير إجابة على السؤال. شكرا سيد المستشار على تفضلكم بهذا السؤال. كتعرفوا بأن التعويضات العائلية كان تم الإحداث ديالها موازاة مع إحداث النظام الأساسي العام ديال الوظيفة العمومية، واللي صدر بشأنه واحد المرسوم 27 نوفمبر كيحدد الشروط ديال منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات، والغاية هي بطبيعة الحال مساعدة الموظفين والمستخدمين لتحمل المصاريف ديال الأبناء ديالهم. كيفاش كتتم هذه التعويضات؟ أنها تمنح للموظف هذه التعويضات العائلية على 6 أولاد دون ترتيب، بحيث أنه تتمنح للموظف 200 درهم على كل ولد من الأولاد 3 الأوائل، و 36 درهم على كل ولد من الأولاد 3 الباقين. وكيستفد الموظف بمقتضى هذا المرسوم إضافة لهذ التعويضات العائلية من المنحة ديال الزديات اللي مبلغها 150 درهم على كل مولود في حدود 6 ديال الأولاد. ولكن لابد من الإشارة إلى أن هاد المبالغ ديال التعويضات العائلية اللي تم الإحداث ديالها في 58 راه في البداية كان المبلغ ديالها 23 درهم، وعرفت زيادات متعددة كانت آخرها هي الزيادة ديال 2008، بحيث أنه تم الرفع ديال هاد التعويضات عن كل ولد، وانتقلت في 2008 من 150 إلى 200 درهم، وكانت الكلفة آنذاك هي 560 مليون درهم. كذلك كاين واحد المرسوم في 2004
اللي كيعفي الموظفين والمستخدمين ديال الدولة وديال البلديات من كل الأعمار على 21 سنة. وبطبيعة الحال فالحكومة تتفهم هذا السؤال المطروح المتعلق بالقيمة ديال هذه المنحة ديال التعويضات العائلية. شكرا. شكرا السيد الوزير المتدرب، لكم كلمة السيد المستشار في إطار التعقيب. شكرا السيد الوزير. الحقيقة احنا داخل الفريق الاستقلالي، وحينما وضعنا هذا السؤال هو في الحقيقة تصريف لأسئلة كبرى، وهذه الأسئلة الكبرى تتعلق حقيقة بغياب الحوار الاجتماعي، وليس هناك مكان آخر لطرح هذا النوع من الأسئلة هو عن طريق قبة البرلمان. نتكلم سيد الوزير عن 10 سنين في عدم زيادة في تعويضات عائلية كانت هزيلة جدا، وتزيد هزالة مع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين والغلاء اللي كتعرفوا المواد الاستهلاكية، وكتعرفوا جميع مناحي الحياة ديال الطبقة الشغلة المغربية. هذا الغلاء في الحقيقة لا يوازيه أي دور كتقوم به الحكومة، لا الحكومة اللي من قبل ولا هذه الحكومة الحالية، في التخفيف من العبء اللي كيعيشوه الطبقة الشغلة المغربية. احنا تكلمنا عن تحسين الدخل السيد الوزير، ومن بين الشروط الأساسية أو البسيطة ديال تحسين الدخل هي الرفع في التعويضات. ثالثا، كيف يعقل السيد الوزير على أنه ثلاث الأبناء الأولى 200 درهم ومن بعد كنهودوا 36 درهم باسم المعيار؟ كاينش معايير حقيقية ديال التعويضات العائلية. إذا علمنا كذلك عن أن طبيعة الأسر المغربية ما بقاتش بحال ما كانت. الأسر المغربية كانوا كيديروا 6 أولاد 7 أولاد، حاليا صعيب المنظومة الحالية على أن الناس تدير 6 أولاد أو 7 أولاد أو 8 أولاد، صعيب بالرغم من أنه الله سبحانه وتعالى هو الرازق وليس البشر. ولكن هذه الهزالة في التعويضات العائلية تسائل كذلك المفهوم الحقيقي ديال الحكومة في المجال الاجتماعي، واللي من بالأساسية ديالو هو هذا الشيء ديال التعويضات الاجتماعية، تخفيف على الطبقة الشغلة لا فيما يخص التغطية الصحية ولا فيما يخص مجموعة الأمور، واللي حقيقة لم نلمسها لا في الحكومة السابقة ولا في هذه اللي كتعتبر. كانت هناك لجنة تقنية واقترحت بعض الأمور وبقيت في الرفوف السيد الوزير. أنا كنظن على أنه حال الوقت في غياب كيف ما قلت لك الحوار الاجتماعي على أنكم ديروا حلول، ولو حلول كنعتبرها تقيعية ولكنها ستخفف المعاناة نوعا ما، وستعطي بعض الحقوق التي طالما طالبنا بها لا داخل قبة البرلمان ولا عبر اللقاءات اللي كتتم. ولكن أنا كنقول لك سيد الوزير على أنه هذا الموضوع ديال التعويضات العائلية أصبح شغل شاغل، بل أصبحنا الجميع يعاب علينا ضعف هذا التعويضات، أولا من ناحية لا القانونية، ولكن كذلك حتى من ناحية الإجرائية، وكذلك يعاب على أنه هذه أشياء اللي هي اجتماعية، والحكومة دائما تتغنى بأنه مشاريع الميزانية اجتماعية أبسط مسألة اجتماعية هي التعويضات العائلية التي لم نحركها منذ 10 سنين. شكرا سيد الوزير. شكرا السيد المستشار، لكم كلمة السيد كاتب الدولة أو السيد الوزير المنتدب للرد على التعقيب في حدود الوقت المتبقى. السيد الوزير، أنت تفضلتم السيد المستشار بالحديث عن الحوار الاجتماعي، وهي مناسبة للتأكيد على أن مراجعة نظام التعويضات العائلية لا يمكن أن يتم إلا في إطار الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين، على اعتبار الكل متفق على أنها التعويضات العائلية هي مكون أساسي في مجال تحسين دخل الموظفين. لكن لا ننسى بأن الأمر لا يتعلق فقط بالموظفين بل يشمل حتى القطاع الخاص. وشكرا السيد المستشار. شكرا السيد الوزير. السؤال الثاني موضوعه اجتماعات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية. الكلمة لأحد السادة المستشارين من جمعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. السيد المستشار تفضل. رئيس السيد الوزير، السادة الوزراء المحترمين، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، سؤال مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنص مقتضيات المادة 7 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية يعقد جمعه العام مرة واحدة في السنة على الأقل. والحالة أنه منذ 3 مايو 2016 تاريخ الإعلان عن نتائج انتخاب هذا المجلس لم يعقد أي اجتماع لهذا. نسألكم السيد الوزير عن دوائر تجميد اجتماعات هذه الهيئة. وشكرا. شكرا سيد المستشار. كلمة لكم سيد الوزير الإجابة على السؤال. المستشار، على تفضلكم بهذا السؤال. كيفما ذكرتي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية تم إحداثه في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ديال فبراير
58 كهيئة استشارية كتمكن الموظفين من المشاركة في إعداد وفي تقييم السياسات العمومية المتعلقة بالوظيفة العمومية، وموكول له واحد العدد ديال الاختصاص خاصة النظر الاستشاري في عدد من المشاريع القوانين وتعديل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. تتعرفوا بأن التركيبة، وهذا لابد كمدخل الجواب على السؤال ديالكم، التركيبة ديال المجلس الأعلى للوظيفة العمومية هي أنها كتضم من جانب ممثلي الإدارة 24 عضو رسمي و24 عضو نائب، وممثلين على الموظفين يعني العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية 24 أيضا عضو رسمي و24 نائب، وكيتم انتخاب ديالهم من طرف الهيئة الناخبة اللي كتكون ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. لكن كتعلموا أيضا السيد المستشار بأن المدة ديال الانتداب ديال ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية انتهت في سنة 2015، ومعها انتهت مدة انتدابهم في كممثلين ديال الموظفين في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وبالتالي جات على التوالي انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان المذكورة في 3 يونيو 2015، وتم انتخاب ديال ممثلي الموظفين 26 أبريل 2016، ولكن لم يتم استكمال التشكيلة ديال المجلس خاصة بالنسبة لممثلي الإدارة والجماعات الترابية نظرا للتغييرات اللي كيعرفها الجميع، اللي عرفتها بعض الإدارات العمومية فيما يهم تعيين بعض المسؤولين الذين هم أعضاء بالصفة في المجلس. وأعتقد بأن هذه المكونات ديال الإدارة العمومية وديال الإدارة الترابية سنتوصل قريبا للتعيينات ديالهم، وغادي نمشيو مباشرة قريبا لعقد الدورة ديال المجلس الأعلى للوظيفة العمومية. وشكرا سيد المستشار. شكرا سيد الوزير المنتدب، لكم الكلمة سيد المستشار في إطار التعقيب. شكرا سيد الوزير على تفضلكم بالإجابة على هذا السؤال، لكن في الحقيقة الأسباب غير مقنعة نهائيا، خاصة وأن ممثل الإدارة يعينهم الحكومة، وبالتالي هناك قرار سياسي لعدم تفعيل دور هذا المجلس. وسأعطيكم أمثلة على ذلك. هذا المجلس عقد آخر اجتماع له منذ سنة 2014، وأنا كنت عضوا بهذا المجلس حين كان في جدول أعماله التشغيل بالعقدة و تنقيل الموظفين، وآنذاك رفض ممثلي الأجراء النقاش في موضوع اعتبرناه آنذاك أنه سيضرب في العمق المكتسبات ديال الموظفين والوظيفة العمومية، تنكيبان على أنه الخلفية الحقيقية لتعطيل هذا المجلس هي خلفية سياسية، لأنه في 2014 من ذاك المجلس الجمع العام اللي بقى مفتوح إلى يومنا هذا لم يعقد الجمع العام اجتماعا له. طبعا غادي نقولوا الدور الاستشاري ديال هذا المجلس وكل المشاريع ديال القوانين كتناقش في هذا المجلس رغم أنه استشاري، إلا أن الحكومة باش تمر واحد مجموعة ديال القوانين اعتمدت على تهريب النقاش من داخل هذا المجلس، وبالتالي لم تحترموا السيد الوزير لا القانون لا المادة 13 من الدستور اللي كتلح للحكومة باش تخلق هذه الهيئات الاستشارية مع الممثلين ديال الأجراء. والاستغراب الكبير هو انسحاب ديال ممثلي الموظفين، وخرجات في الجريدة الرسمية في الحكومة السابقة تشغيل بالعقدة، وفي الجريدة الرسمية كتخرجوا وبعد استشارة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 10 يونيو 2014. وهذه الدورة عرفت انسحاب ديال كل الممثلين ديال الموظفين بمختلف مكوناتهم النقابية، وبالتالي نعتبر هاد
هاد اخراج ديال هاد القانون في الجريده الرسميه المستشار تاع الوقت وانه افتراء على اعضاء المجلس الاعلى للوظيفه العموميه. سيد المستشار تاع الوقت. شكرا. شكرا سيد المستشار لكم الكلمه اذا رغبتم في ذلك. السيد الوزير المنتدب للرد على التعقيب تفضل. طبعا شكرا سيد المستشار. سؤالك هذا على غياب الاراده السياسيه او اصرار السياسي على تغييب المجلس الاعلى للوظيفه العموميه كيبقى اليه لمراقبه ومساءله الحكومه، لكن هذه الحكومه اللي في عمرها 7 شهور اذا بغيتي تسال الحكومه الاخرى على الاثير فحق التعبير مضمون في المملكه المغربيه. الحكومه بصدد مراجعه تشكيله واختصاصات المجلس الاعلى للوظيفه العموميه باش يقوم بالدور الحقيقي ديالو، ولا حديث عن اصلاح الوظيفه العموميه بدون مجلس اعلى اللي غينعقد قريبا. وشكرا السيد المستشار. شكرا السيد الوزير المنتدب واشكركم على مساهمتكم في هذه الجلسه. ونواصل مع سؤال فريد موجه لقطاع المغاربه المقيمين بالخارج وشؤون الهجره، وموضوعه دور الجاليه في التنميه الوطنيه. الكلمه لاحد الساده المستشارين فريق الاستقلالي وللوحده والتعدد لتقديم السؤال. تفضل السي مكاوي. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير، السادة الوزراء، السيدة والسادة المستشارين. السيد الوزير، طبعا بلادنا قامت بمجهودات كبيرة تجاه الجالية المغربية بالخارج في السنوات الأخيرة من ناحية الإدماج ديالهم في بلادهم وفي البلد المهجر، وفي العودة ديالهم إما بصفة موسمية أو بصفة دائمة، والمساعدة ديالهم على كل حال في عدد من المجالات. اليوم السبب ديال السؤال ديالنا هو أنه كاين واحد العدد ديال الدول اللي اعتمدت على الجالية ديالها باش تحقق أو باش تساهم واحد النصيب أكبر في التنمية. إذن هذا هو التساؤل ديالنا اليوم. بغينا نشوف واش الحكومة، حنا كنتكلموا في المغرب اليوم على نموذج جديد للتنمية، وتبارك الله الجالية ديالنا لا من ناحية العدد لا من ناحية الإمكانيات والكفاءات والقدرات مهمة جدا. واش كاين أيضا بداية تفكير أو توجيه جديد للحكومة لتمكين الجاليه المغربيه من لعب دور اهم واكبر في التنميه ديال بلادنا؟ وشكرا. شكرا سيد المستشار، لكم الكلمه سيد الوزير المنتدب للاجابه على السؤال تفضل. شكرا سيد الرئيس، السيدات والساده المستشارين. بغيت في البدايه نشكر الفريق الاستقلال والوحده التعادليه على هذا السؤال ديالو لانه مهم دخل في صميم الاهتمامات ديالنا. اولا بعض الارقام الاستئناس. تحويلات المغرب في العالم هي 62 مليار درهم، 7% كمساهمة في الناتج الداخلي الخام. الودائع في الأبناك الوطنية هي 21%، 148 مليار درهم. إذن كاين حضور، رغم أن 62 مليار ما كتشاركش مباشرة في الثمار لكن مساهمة في الاقتصاد الوطني. هذه معطيات مهمة. بطبيعة الحال كاين جوج آليات الآن للاستثمار، إما صندوق الاستثمار اللي موجه لمغرب العالم واللي الدوله كتساهم فيه في حدود 10% على اساس انه ما يفوتش الاستثمار 5 مليون ديال الدرهم، وان المعني بالامر خصو يجيب 25% بالعمله الصعبه. الاليه الثانيه هي الجهه 13، نعتبرها هو الجواب على السؤال ديالكم سيد المستشار. ما يمكنش غدا نتخيلوا ديناميكيه اقتصاديه في غياب واحد الجهه ديال مغاربه العالم هما 5 مليون واللي فيها كفاءات استثنائيه، لان ماشي المهم هما الفلوس أو الإمكانيات المالية، هو الرصيد المعرفي، تراكم تجارب، حضورهم كصناع قرار في مجموعة من الدول، واللي يمكن ماشي يمكن غادي يكون أكيد غنى في واحد مشروع مجتمعي. حنا تنشتغلوا الجهة 13، هذه في الأسبوع الماضي كنا في فرنسا، حنا غنديروا جولات، وهنا الهدف هو استقطاب مجموعة من النخب المغربية اللي غدا خصها تكون حاضرة في القرارات الاقتصادية الكبرى. شكرا سيد المستشار. شكرا سيد الوزير، لكم الكلمه سيد المستشار في اطار التعقيب. شكرا سيد الوزير. في الواقع اعطيتونا بعض الارقام، ولكن كاين ارقام اخرى ايضا كتهم الجاليه، وهي تتعلق بالنسبه ديال الاستثمار اللي كيديروا الاخوان ديالنا في الجاليه في المغرب، في غالبيته في العقار. هذا اشكال، هذا يعني انه اللي كيستثمر في العقار ما يمكنش يساهم بشكل اكبر، يعني كيساهموا طبعا في الاقتصاد الوطني من خلال العمله الصعبه بشكل يعني مباشر، ولكن ما كيساهمش بشكل اكثر. يعني كنا كنتكلموا على المردوديه ديال الاستثمارات، هذه يمكن استثمارات اللي كديرها الجاليه للمردوديه ديالها اقل،
ماشي لان المشكل من عند الاعضاء ديال الجاليه، ولكن يمكن مازال ما توفراتش الظروف الايجابيه باش هذا الاستثمار يكون منتج. كتعرفوا ايضا ان الجاليه في الغالب ديالها كتكون مرتبطه بشكل كبير بالمكان ديالها او بالجهه ديالها، وكتعرفوا ايضا واحد العدد ديال الجهات ديال المغرب اللي النمو ديالها ضعيف هي الجهات اللي كتمشي منها اكبر عدد ديال الجاليه ديالها، الجهه ديال بلبنه الخريبنه، الجهه الشرق، الجهه سوس ماسه، هذه بعد ثلاثه الجهات اساسيه اللي فيها واحد العدد كبير نصيب كبير من الجاليه في الخارج، ولكن مع الاسف ما كنلقاوش هذه الاستثمارات في هذه المناطق من طرف الجاليه. يعني كاين مشكل، كاين انه خاص توضع شي اليه، لان عندهم هما العطف على المناطق منين مشاو، عندهم كيحسوا بالمشاكل اللي كاينه باغين يستثمروا، ولكن حتى داك الشيء العقار اللي كيستثمروا فيه راه احيانا كيتوقع لهم فيه مشاكل وكاين ترامي عليه الى غير ذلك. ولكن على الاقل بالنسبه للاستثمار المنتج اللي يمكن يصدر، عندهم افكار، عندهم يعني علاقات على المستوى الخارج في الدول ديال المهجر، كيمكن يفيدوا بها الجهات اللي هما مشاو منها. كنتكلم على الجيل الاول ولكن ايضا على الجيل الثاني وعلى الجيل الثالث. اذا في الواقع المستوى الجهات المعنيه مثلا بهذا العدد الكبير ديال الجاليه ما بينش. هذاك الشيء باش طرحنا السؤال، كاين امكانيه ربما انه نطوروا هذيك الجهات ونقصوا من الفوارق المجاليه في ديك الجهات باستثمار ديال الدعم اللي يمكن يجي من افراد الجاليه. وشكرا. شكرا السيد المستشار. ترغبون في التعقيب؟ السيد الوزير المنتدب تفضل. انا في الاول السيد المستشار قلت لك سؤال مهم، علاش احنا مطالبين بتغيير واحد الادراك الثقافي عن مغيبة العالم اللي كان فقط يركز على العقار. خصنا نديروا واحد التحول على مستوى الثقافي، لذلك مع اتحاد العام مقاولات المغرب وقعنا اتفاق تعاون وشراكه في اطار الجهه 13. علاش؟ بغينا ثقافه المقاوله اللي كاينه في المغرب انها تكون حاضره عن مغيبه العالم وتواكبهم، والان في كل التحركات ديالنا واللقاءات كيمشي معنا ممثل اتحاد مقاولات المغرب. بغينا نقول بانهم خصهم يكونوا وسطاء مع الاسواق الاجنبيه للمنتوج المغربي. بغينا بان الكفاءه اللي راكموها في الخارج يجي مارسوها هنا. حنا اعتقادنا بان الجيل الثاني والثالث غادي يكون داخل الاستثمار. الان تنشتغلوا بهذه الاليه الجهه 13 جواب عليه. متفقين بانه سنوات متعدده ما كانش مساهمه مباشره في الاستثمار، كان في تنشيط الاقتصاد. الان خص تكون مساهمه حيت 62 مليار راه رقم اساسي في المعادله، راه تقريبا يا مداخل السياحه. فاذا هذه خطوه مهمه بدات الان، خصنا ندعموها ونقويوها. ومغاربه العالم ماشي فقط اوروبا، غيكونوا غدا في افريقيا، كاين في امريكا، كاين في امريكا اللاتينيه، وحنا مراهنين على ان الجيل الثاني غيكون واحد القوه ضاربه في الاستثمار، لذلك هذا التحول هو تحول ثقافي غيطلب المواكبه ديالو. شكرا السيد المستشار. شكرا السيد الوزير المنتدب، ونشكركم على مساهمتكم في هذه الجلسه التشريعيه. السؤال الموالي والفريد موجه كذلك لقطاع النقل، وموضوعه المشاكل التي يعانيها قطاع النقل الدولي. الكلمه لاحد الساده المستشارين فريق الاسرى والمعاصره لبسط السؤال. تفضل سيدي المستشار. شكرا سيدي الرئيس المحترم، الساده الوزراء، السيده الوزيره، اخواني اخواتي المستشارين. سيد الوزير، يعرف قطاع النقل الدولي جمله من المشاكل التي بقيت معلقه بدون حلول، الشيء الذي دفع العديد من مهني القطاع النقل الدولي الى القيام بوقفات احتجاجيه في اكثر الموانئ المغربيه. وعليه نسائلكم سيد الوزير عن الاجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها لايجاد حل لهذه المشاكل. وشكرا. شكرا سيد المستشار. كلمة لكم سيد كاتب الدولة للإجابة على السؤال، تفضل. سيد الرئيس، شكرا سيد المستشار. بالفعل اليوم عندما نتحدث عن النقل الدولي للبضائع بالأساس وقطاع اللي تحكمه الظاهرة ديال 1963، ثم القانون المعدل 99/16، ثم الاتفاقيات الثنائية التي يوقعها المغرب مع الدول اللي من خلالها تيتم هذا النقل. وفي اطار هذه الاتفاقيات الدوليه كاين حصيص، كاين ان كوتا اللي تيتم التفاهم عليه في اطار لجان مشتركه بيننا وبين الدول، واساسا الدول الاوروبيه، اسبانيا، فرنسا، هولندا، بلجيكا وغيرها من الدول. في اطار هذا الحصيص تتكون هناك لجان تقنيه للاشتغال، على اساس هناك نوعين من الرخص، وهذا النوعين يا اما رخصه مفتوحه على سنه دير بها واحد العدد ديال المسارات، والا رخصه اللي تديك وتجيبك ان لي روتور فقط، واللي تتكون محدوده في 3 شهور. الاشكال الذي حصل خلال السنوات الماضيه وخاصه مع اسبانيا وشويه مع فرنسا هو ان العلاقات ديالنا التجاريه واساسا
البضائع اللي تتخرج من المغرب تفوق التوقعات ديال الاتفاقية المشتركة واللجان التقنية التي تشتغل، بحيث أننا في 2015 و 2016 ثم 2017 درنا نمو ديال العلاقات التجارية بيننا وبين هذه الدول وأساسا إسبانيا وفرنسا تفوق 2 بوان، يعني بمعنى تنديروا أكثر من 25% ديال النمو. فمن تيكون عندك 25 حصة فيها 25 ألف رخصة نقل مع إسبانيا وتنديروا نمو ديال 25%، راه أكيد ما خصنا له، وبالتالي تيكون تفاوض. وهذا اللي تم مع الإسبان في 2017، درنا معهم 4 لقاءات تقنية وعلى صعيد الكتاب العامون ديال الوزارات وعلى صعيد الوزراء، على أساس أننا نوجد حل، ووجدنا الحل الحمد لله، وبالتالي الأمور في هذا السياق كلها تتمشي. تتكون بعض الإشكالات اللي مرتبطة ب 48 ساعة تقريبا اللي تكون فيها هذا الرخص ما تبقاش، ولكن تنحلوها في حينها. شكرا سيد الرئيس. شكرا السيد كاتب الدولة، لكم الكلمة سيد المستشار في إطار التعقيب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، بالنسبة للقطاع ديال النقل الدولي يعرف يعرف مشاكل وكيتخبط في العديد من الاختلالات اللي كيعوق التنمية ديالته. إذن هنا هذوك الاتفاقيات الدولية تخصها دائما تبقى قابلة للتعديل لصالح البلاد، بمعنى أنه دائما الاتفاقيات الدولية اللي دايرينها مع الناس خصها دائما تبقى لصالح المغرب وليس ضده. كاين المشكل اللي الآن اللي كاين بين القطاع في القطاع ديال النقل الدولي هو هيمنة الشركات الأجنبية على حساب الشركات الوطنية، بمعنى أن الشركات الوطنية ما عندهاش قدرة المنافسة. علاش؟ لأن الشركات الأجنبية عندها امتيازات في البلاد الأصلية ديالها، عندها على مستوى الأبناك، على مستوى التيفية اللي هي مرتفعة. أيضا جدنا مشكل أخر الآن اللي هو آني، وهو من الإجراء اللي اتخذته الحكومة الآن، وهو تعويم الدرهم. تعويم الدرهم غادي يكون واحد النقص لا بد غادي تخلصوا الشركه المغربيه. هذيك الشركه المغربيه ملي غادي تخلصوا، هذاك الفرق في اما غادي ما تقدرش تخلصوا وهنا غادي تكون عندها افلاس، واما غادي تخلصوا غادي تولي على المستهلك اللي هو المغربي، اللي هو المستهلك المواطن المغربي الفقير. هنا ما كاينش واحد الحمايه، خصها تكون الحمايه لهذا الجانب ديال المستهلك. ايضا السيد الوزير، المهنيون قدموا بمجموعه من 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 المطالب على مستوى طنجه، تنقصد طنجه، وهي بسيطه كنظن ولكن اساسيه، وهو الباركينج. ما كاينش اللي هو موقف ديال السيارات، ما كاينش اللي كيبقاو تيجبروا الشاحنات، تيبقاو ملزمين انهم تيبقاو واحد الساعات طويله كيشدوا الانتظار، مع العلم انه كاينين دو سكانير، جوج سكانيرات هما اللي كاينين في طنجه، لانه خصو في هذا المعبر ديال طنجه اللي خصو يكون فيه تسهيلات كثيره. ايضا كاين المرافق الاجتماعيه ما كاينه، ما كاين مساجد، ما كاين مطاعم اللي في المتناول ديال هاد المهنيين. وضروره هنا كنقولوا السيد الوزير ضروره الاستجابه لهذه الفئه ديال المهنيين. عندنا مشكل اخر اللي هو قوي، وهو ديال الجنوب. السلع والبضائع اللي كتدخل من موريتانيا من الدولة كلها راه كاينه فيها مشاكل كتكون خطيرة على الاقتصاد الوطني وخطيرة على الانتاج المحلي، وكترجع وكتجعل ان المواطن المغربي مستهلك وغير منتج. هنا خصنا اشني التعاطوا واحد المسؤوليه بواحد الحزم على هذه الامور. شكرا. شكرا السيد المستشار، لكم الكلمه السيد كاتب الدوله لرد على التعقيب، تفضل. شكرا سيد الرئيس. هو المشاكل هي عديده كما تفضل بها السيد المستشار، وما يمكنش نعطي، لانه سرد واحد المجموعه ديال الامور وطرح لي المشكله ديال الرخص هي اللي كانت بالاساس. اليوم الحديث عن الشراكات مع الدول خاصها تكون متحركه، هي متحركه وكاين اللجان التقنيه التي تناقش تقريبا كل 3 أشهر. المساله الثانيه هو الشركات الاجنبيه. اكيد انه عندما قبلنا بالتحرير ديال القطاع قبلنا بان تكون هناك منافسه. الشركات المغربية اليوم عندنا شركات اللي هي بالفعل مستوى ديال التنافسية، ولكن أيضا عندنا شركات التي تفضل أن تشتغل مع الشركات الأجنبية، تجيب للرومورك توصلوا بالباخرة لطنجة المتوسط وتهزوه المغاربة ديالنا. وهذو راه دايرين لنا إشكال، لأن عندنا مشكل في الرومورك، والرومورك ما دخلش مع الإسبان في المسألة ديال الحساب، وهذه إشكاليات. هادشي ديال التعويم الدرهم ما يمكنش نسقطوه بهذا الإسقاط اللي داروا السيد المستشار، هو موضوع كبير ويتطلب منا مزيد من تدقيق المطالب ديال المهنيين. أكد لك سيد المستشار أنني أجتمع معهم
بطريقه رسميه دوريا، وهاد الثلاث شهور الاخرى درت على الاقل 8 ديال اللقاءات مع المهنيين ديال النقل الدولي، وكانت فيها حلول بعض المشاكل اللي تفضل السيد المستشار بها. شكرا. شكرا السيد كاتب الدولة، ونشكركم على مساهمتكم في هذه الجلسه. ننتقل الان الى قطاع الصناعه التقليديه، والسؤال الاول موضوعه ضروره دعم التعاونيات الحرفيه ببلادنا. الكلمه لاحد الساده المستشارين من فريق الاستقلالي، تفضل السيد المستشار. شكرا السيد الرئيس، سيد الوزير، السادة الوزراء، سيدات والسادة المستشارين المحترمين. نتقدم باسم الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية بالسؤال اللي يتعلق بضرورة دعم تعاونية الحرفية، وخاصة هذا السؤال هو قديم رقم 78/16، ولكن جاء ربما كل استخيرة فيها خير، جاء مع الفترة اللي فيها انطلاق الحملة التحسيسية للتعاونيات في إطار القانون الجديد 112/12، واللي حقيقة بعد تعديل الفصل 108 اللي كان له يحرم 12,000 تعاونية وطنية من تسوية وضعيتها، واللي مدلها سنتين اللي نشكر عليه السيد الوزيرة، واللي بداية هذه الحملة نشكر السيدة الوزيرة بدأتها من جهة العيون الساقية الحمراء، واللي حقيقة تعاورت فيها مع جميع منتخبين ديال القرفة وجميع المتعاونين والمتعاونات رؤساء التعاونيات، واللي سمعت رأيهم ومتطلباتهم واقتراحاتهم، أعطاتهم الوقت الكافي جزاها الله خير، واللي حقيقة الجهة اللي انطلقت منها هي جهة منتخبيها وسلطاتها المحلية هم يدعموا الصناعة التقليدية ويبغوها، ونتمنى لها التوفيق من انطلقت منها هذه الجهة اللي هي حقيقة. السيد الوزير، هو السؤال ديالنا يتعلق بضرورة دعم التعاونيات الحرفية. هذو التعاونيات الحرفية منين اصلح القانون وسوات الوضعية ديالهم عاد يلزم الدعم ديالهم، اما بالموارد الماليه المواد الاوليه محلات اللي يخدموا فيهم او تسويق وتصدير الانتاج او المواكبه ديال التكوين اللي خاصهم. لذا نسائلكم السيد الوزير، ما هي استراتيجيه اللي تنوي الحكومه بها دعم تعاونيات الحرفية للصناعة التقليدية مستقبلا؟ شكرا السيد المستشار، لكم الكلمة السيد الكاتب الدولة يجمع السؤال، تفضلي. السيد الرئيس، شكرا السيد المستشار المحترم على هذا السؤال، وأريد أن أؤكد أنه فعلا يأتي هذا السؤال في واحد السياق وطني اللي تلقنا فيه حملة من أجل التعريف بالعمل التعاوني، والتي انطلقت من مدينة العيون كما ذكرتم السيد المستشار المحترم، واللي نريد من هذه الحملة أولا التعريف بالقانون المؤطر، لأن اليوم لدينا قانون جديد 112/12 والذي تمت إضافة سنتين من أجل تسوية أو ملائمة الوضعية القانونية للتعاونيات الموجودة. وبالمناسبة أنه منذ تصويت على هذا القانون والمصادقة على هذا القانون اليوم وصلنا ل 20,000 تعاونية في المغرب، يعني تقريبا أكثر من 500,000 متعاون، هذا رقم مهم ومهم جدا. طبعا نطمح إلى أن هذه النسبة ترتفع ونصبح من الدول لنسبة المتعاونين فيها كتوصل حتى 10%، لأن اليوم التعاونيات والفكر التعاوني التعاونية هي الدعامة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اللي هو تجربة جديدة نعم في الاقتصاد، ولكن مجموعة ديال الدول خدات بها وعملت بها وعطت نتائج مهمة على مستوى أولا توفير فرص الشغل خاصة للشباب، وكذلك على مستوى تحقيق الثروة وإنتاج الثروة. اليوم بالنسبة لنا المجال التعاوني في الصناعة التقليدية هو كذلك مجال ديناميكي متحرك. هذه التعاونيات في الصناعة التقليدية أولا الوزارة واعية كل وعي بضرورة الدعم، ولهذا غتلاحظوا بأن البرامج سواء بالنسبة لمجمعات الصناعة التقليدية أو قرى الصناعة التقليدية، بالنسبة لدور الصنعة، بالنسبة للآليات، دائما الأولوية تعطى للتجمعات اللي هي في إطار تعاوني. يعني ملي كيكون الفردي مع التعاوني دائما تقدم التعاونيات على الفرادة، لإيماننا العميق بأنه اليوم العمل التعاوني كيف ما قلت كيشكل دعامة أساسية ورافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهو كذلك رافعة كما سمينا في الحملة الوطنية التي أطلقناها لنموذج نموي جديد ببلادنا. شكرا السيدة كاتبة الدولة، الكلمة لأحد السادة المستشارين فريق الاستقلالي،
في إطار التعقيب؟ شكرا السيدة الوزيرة على الجواب وعلى الاهتمام بالقطاع، ولكن أنا بقيت تخصيص أو الإشارة على شيء دعم مستقبل يعود عارفين الصناعة التقليدية. أولا الحركة التعاونية لابد لها من منشأة اقتصادية يعودوا يشتغلوا فيها، أو مجمعات إضافية يعودوا خاصين بالتعاونيات وعندهم الأسباقية. كاين اللي عنده المشكل في السكن ما عنده منين يخدم، وجهد هذه التعاونيات هو كيف شفتي نساء ولهنه من قد كذا هم خدمات وعندهم اهتمام بالتعاونيات ديالهم، ولكن ينقصهم المحل فين يخدموا، ينقصهم المادة الأولية من منين يجيبوها، ينقصهم التمويل كيفاش يدخلوا كيفاش يسهل لهم، ينقصهم التصدير ديال المواد ديالهم، وهذا كله لابد من التكوين انتهى الوقت المستمر. انتهى الوقت. شكراً. شكرا. ترغبون في التعقيب؟ تفضلي السيدة الكاتبة الدولة في حدود الوقت المتبقى. تفضلي. مرتبطة بالعمل التعاوني طبعا ما يمكنش نجاوبوا عليها في هذه الدقائق، ولكن انتم كتعرفوا ان الحمله ديال المواكبه ان اهم مدخل هو المواكبه ومصاحبه التعاونيات، لان التعاونيات اليوم المستويات ديالها وقدراتها تختلف. عندنا تعاونيات اللي مشات بعيد وصلت للتصدير، وعندنا تعاونيات عندها صعوبات، باش ما نجمعوش الكل في يعني نعطيوه صفه واحده. اليوم كاين مجهود وكاين وعي بهذا الامر، وكاين برامج من اجل المواكبه من اجل المرافقه، وكيف ما قلت اهم دعم هو انه التعاونيات في المجمعات وفي القرى الصناعه التقليديه عندها الاولويه في الحصول على يعني انها كتكون كتساهم او كتشارك في هذه البنيات الموجوده. في بالنسبه للمعارض 20% مخصصه دائما للتعاونيات في معارض الصناعه التقليديه، وفي معارض الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هي كلها مخصصه للتعاونيات. اذا اكثر من ذلك بالنسبه كذلك للتدرج، برامج التدرج ديال التكوين بالتدرج، كتعرفوا ان التعاونيه عندها الحق في 6 ديال المقاعد. اذا فهذه كلها اجراءات من اجل تحفيز العمل التعاوني في مجال الصناعه التقليديه، وهذه كلها اجراءات صحيح ما نقولش بانها كافيه، ولكن بفضل تعاون كافه الشركاء، لان قطاع الصناعه التقليديه هذا ماشي قطاع كيقوم به السلطه الحكوميه الوصيه لوحدها، ولكن قطاع يقوم اساسا على الشراكه وعلى التعاون مع باقي الفاعلين والشركاء. شكرا سيده كاتبه الدوله. السؤال الثاني دائما في قطاع الصناعه التقليديه موضوعه التدابير الاستعجاليه لانقاذ الصناعه التقليديه. الكلمه لكم السيد المستشار من الفريق الشراكي. تفضل. سيد الوزيره، يعتبر قطاع الصناعه التقليديه مساهم في النشاط الاقتصادي الوطني، وهو في نفس الآن هو سفير الهوية التراثية والهوية الثقافية لبلدنا، لكنه يعاني داخليا من عدة إكراهات، إكراهات التسويق، إكراهات الترويج، وفي نفس الآن إكراهات المنافسة مع ما هو هجين داخل السوق ديالنا. ذلك أية آليات سيد الوزيرة لتجاوز هذا الوضع؟ شكرا سيد المستشار. لكم كلمة سيد كتيبة الدولة لإجابة على السؤال. شكرا سيد المستشار. سيد رئيس، أولا أنا أشكركم أنكم ما استعملتوش الصيغة اللي استعملتوا في السؤال، لأن الصيغة اللي استعملتوا في السؤال في الحقيقة سؤال صيغة ماشي غير دقيقة، لأنكم الصيغة اللي جات بالإنقاذ. فنحن أمام صناعة تقليدية اليوم في المغرب، خصنا نأكدوا أنها صناعة اللي كتساهم ب 22 مليار ديال الدرهم، هذه غير الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية. أما إذا جمعنا الصناعة التقليدية بأنواعها الثلاث يعني بما فيها القطاع الخدماتي، فكنوصلوا 83 مليار ديال الدرهم. أضيف إلى ذلك أنها الصناعة التقليدية اليوم كتساهم في الناتج الداخلي الخام ما بين 7 و8%، فقطاع اللي كيساهم ما بين 7 و8% ما يمكنناش نقولوا أن هذا قطاع في مرحلة الإنقاذ. هذا قطاع اليوم والحمد لله بفضل جهود مختلف الشركاء، وملي كنقول الشركاء ديالنا هما الجماعات الترابية، هي السلطات يعني العمومية في مختلف المدن، كنقولوا بأنه اليوم الحمد لله نحن نتحدث عن تنمية وتطوير القطاع ماشي إنقاذ القطاع، لأن فرق ما بين المقاربتين. ففي إطار هذه العملية ديال التطوير طبعا نستحضر الإشكاليات. ثم كتعرفوا أن القطاع استفد من رؤية استراتيجية 2007-2015، من خلال هذه الرؤية الاستراتيجية 2007-2015 توضعت مجموعة البرامج، واللي صراحة برامج كان عندها أثر قوي على القطاع على مستوى التعريف به، لأن من الإشكاليات المرتبطة بهذا القطاع أولا خصنا مزيد من التعريف، ولهذا احنا في الدورة في الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية الذي نظم في دورته الرابعة هنا في الرباط، نظمنا يوم في إطار هذا الأسبوع خصصناه للإعلام شريك أساسي
في تنمية قطاع الصناعة التقليدية. لماذا؟ لأننا قلنا أن الصناعة التقليدية المدخل التطوير ديالها هو مزيد من التعريف بهذا القطاع ومزيد من استهلاك على المستوى الوطني والدولي لمنتوجات الصناعة التقليدية. فإذا اليوم كاينه برامج كثيرة، برامج متنوعة، ولهذا البرامج خاصة في المجال ديال التكوين، تكوين سواء تكوين نظامي، تكوين بالتدرج، تكوين مستمر، وتكوين عبر وحدات متنقلة للعالم القروي. شكرا لكم الكلمة السيد المستشار في إطار التعقيب. تفضل. السيد الرئيس، السيدة كاتبة الدولة، السادة المستشارين، السادة المستشارات المحترمين. أولا السيدة كاتبة الدولة كتكلمنا على قلتي ما جاش في السؤال ديالكم هاد النقطة اللي طرحنا. لكونك كاتبة الدولة المحترمة غتقبل منا السؤال يمكن يكون كيف ما جاء أو حذفنا منه شي حاجة أو زدنا عليه شي حاجة. أولا تنطلبوا السيدة، نحن في الفريق الشراكي، تنطلبوا من وزارتكم المحترمة تنظيم مناظرة وطنية حول الصناعة التقليدية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله بالمغرب، قصد الإنصات إلى انشغالات وانتظارات الصناعة التقليديين، لأن هذه الشريحة من المجتمع أصبحت تعيش الهشاشة والفقر. هذه وحدة. جوج، نقطة حول حماية المنتوج الوطني. المنتوج الوطني ما تعرفوش تتعرفوه السيدة الوزيرة، السيدة كاتبة الدولة، على أنه كاين أسواق دابا اللي كتجيب اللي كيدخلوا ومصدرين اللي كيدخلوا مواد اللي غير يمكن أنا كنقول وصلت بها شي حلال شي حاجة اللي ما كتسوقش كيتسوقوها المغاربة. كتلقى الفراشة جميع المدن المغربية كيجيبوا شي سلعة غير هذا، ولهذا كنطلبوا منكم حماية المنتوج الوطني من المنافسة الخارجية. شكرا السيد المستشار. باقي استمر، تفضل تفضل. جوج، السيدة كاتبة الدولة خلقتوا واحد دار تسميوها دار المعلمة. دار المعلمة، هاد دار المعلمة خسرتوا عليها مواد أموال طائلة من أموال الشعب وأموال دافع الضرائب وما كتستافدش منها. عطيونا الإحصائيات شنو المواد الأول مسدود داكشي كل شيء بعدا اللي صوبته. هذه دار المعلمة، لماذا حذف الصناعة التقليدية من أعضاء غرف الصناعة التقليدية من مجلس المستشارين والعملات؟ ثالثا، عندنا واحد عرف المغرب سنة 2011 دستور متقدم لكن غرف الصناعة التقليدية لا زالت تسير بنظام أساسي المنتج، والمادة 3 من مثلا تنص على إحداث مراكز المحاسبة والتدبير لكن لا أثر لها في الواقع رغم الإمكانيات المالية الضخمة التي ترصد له ذلك. الله يجزيكم بخير السيدة الوزيرة. اسمح لي السيد رئيس ثم تنظيم الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية للجهة 12. ما عرفتوش السيدة الكاتبة الدولة درتو في شهر 12 درتو المعارض؟ هذا لا يعقل. راه كاين بنادم مغاربة رجل واحد 50% من الشباب تعيشوا بداك ما يسمى بسميتو بداك السندويتشات ديال 5 دراهم. انتما درتو المعارض في شهر 12 السيد المستشار درتو فيهم 14 مليون ديال الدرهم ولا ما عرفتش. السيد المستشار شكرا. السيد المستشار شكرا. السيد الرئيس المحترم شكرا. السيدة كاتبة الدولة تفضلي لرد على التعقيب. تفضلي. انا غنبدا بواحد المسألة، هو ملي قلت أن السؤال ديال الإنقاذ وسؤال ديال التنمية وهذا أن هذا موضوع فيه إحنا اليوم في مسلسل ديال التنمية والتطوير ماشي مس يعني بطريقة ديال الصياغة ديالكم، ولكن لأن هذا هم جماعي. الصناعة التقليدية ماشي ديال كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. الصناعة التقليدية هذا منتوج وطني مغربي بحمولة ثقافية هوياتية حضارية كنا عندنا فيه غيرة وكنا عندنا فيه هذا الغيرة عليه. نرجع للسؤال ديالكم والتعقيب ديالكم السيد المستشار المحترم. اولا طلبتوا بمناظره. احنا الاسبوع الوطني كان اسبوعا للمناظرات وليس لمناظره، وكان فعلا تشرفنا بان هذا الاسبوع كان تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، وانه في هذا الاسبوع كانت مناظرات، مناظره حول الزيت التقليدي، مناظره حول الاستراتيجيه الجديده للقطاع، مناظره حول التكوين والابواب المفتوحه للتكوين، كان حول إشراك الإعلام في الصناعة التقليدية. يعني كان أسبوعا حرصنا أن يكون أسبوعا حافلا ومهما.
مجموعة القضايا يمكن تجي مناسبة في اللجنة أو في غيرها ونقشوها. شكرا سيدة كاتبة الدولة. السؤال الثالث موضوعه تحسين شروط الصحة والسلامة في قطاع الصناعة التقليدية. الكلمة لأحد السادة المستشارين فريق الأسرة والمعاصرة. تفضل سيد مستشار. شكرا سيد رئيس، سيدات وزيرات، سيدة والسادة المستشارين المحترمين. يعد العنصر البشري في قطاع الصناعة التقليدية حجر زاوية في صلب العملية الإنتاجية بكل صراحة فيما يخص الدينامية الاقتصادية، ولقد جاء على لسانكم في جوابكم عن زملائنا في الفريق الاشتراكي بأن يساهم بواحد المبلغ مهم في الاقتصاد الوطني، ولهذا فيما يخص هذه الشريحة، هذه الشريحة المهمة التي تشتغل في القطاع ديال الصناعة التقليدية، ما تتعرض له من المخاطر بكل صراحة فيما يخص السلامة الصحية، واللي إلى حد الآن بالنسبة للوزارة ليست لها واحد استراتيجية. وأقول بأن الوزارة خصها تعطينا بعدها ضحايا ديال هذا القطاع ديال الصناعة التقليدية سنويا شحال فيما يخص هذا الشيء ديال المخاطر. ملي كنذكروا بأن أنا السيدة الوزيرة لا أترك المجال لأعقب عليك، لأن الموضوع مهم، وأترك لكي تجيب الصانعات والصناع التقليديين ضحايا ديال هذه المخاطر. بكل صراحة اللي سواء كان العمل فردي أو جماعي فيما يخص هذا القطاع اللي يعيش نوعا ما، خصوصا حتى من ناحية ديال التأمين، ما كاينش الإجراءات التأمينية اللي غادي تقدر تعطي لهم الحقوق ديالهم. هناك عدد كبير من هؤلاء اللي هما معطوبين حاليا لأن يشتغلون في مخاطر. حينما نتكلم عن المخاطر، هناك أشغال بناء الذي يتبع الحلف ديالو تبع الصناعة التقليدية، ثم صباغة ديال المنازل اللي واحد العدد كبير اللي كيتلقاون من هذه المخاطر، إلى جانب المقاولات التي يشتغلون فيها فيما يخص النجارة الفنية، وأنتم تعلمون كم من عدد ديال المعطوبين في هذه الحرف ديال النجارة، ثم الحداد الفنية إلى غير ذلك. هادو اللي كيوقع الأعطاب اللي كتوقعوا ذكرنا مع رئيس الحكومة السابق فيما يخص وزير المالية إيجاد حلول للتأمين ديال هؤلاء، ولكن إلى حد الآن لم نرى بأن الملموس لنحافظ على هؤلاء باش تبقى حتى الحرف ديال الصناعة التقليدية نحافظوا لما تنقارشي. إلى جانب كان هناك مخاطر أخرى، كنتكلموا على الزربية، كنتكلموا على ديك الشيء ديال إصلاح هياكل ديال السيارات، هناك ديك الشيمي والكربون اللي كيشتغلوا به، هناك أمراض ديال الصدر اللي كيتلقاو هاد الناس هادو، وكتكون بأن أمراض مزمنة. ولهذا أقول بأن وأتحدى بأن الوزارة عندها إحصائيات سنوية ديال الضحايا هاد هذه المخاطر. بغينا بأن الوزارة إذا كانت بأنك تقول هاد الصانعات والصناع كيساهموا في الناتج الداخلي الخام فيما يخص الاقتصاد ديال الوطني، ولكن يجب أن نعطيه الحقوق لهؤلاء. خصنا غادي نحافظوا عليهم باش غنحافظوا على الصناعة ديالنا، والدور اللي كيقوموا به الصانعات والصناع التقليديين على صعيد الوطني. أنت سيدة كاتبة الدولة بأن فعلا بأن جديدة في هذا القطاع، ولكن جلتي على صعيد الوطني فيما يخص المعارض، ولاحظتي حتى النجارة ملي كتسلم عليهم غالبا بأنها كتجبر إما الأصبع ديالو تبطر إما مشاكل كثيرة في هذا المجال. شكرا. شكرا لكم الكلمة سيدة كاتبة الدولة للإجابة على السؤال. موضوع الصحة والسلامة هذا موضوع الذي يدخل ضمن يعني اهتماماتنا وضمن البرامج التي نحرص على تنفيذها، لأن قطاع الصناعة التقليدية هذا إضافة إلى حمولته الثقافية والفنية والحضارية المهمة، هو كذلك قطاع مرتبط أولا بصحة المواطنين وبسلامة العاملين فيه. أن صحة المواطنين مجموعة ديال الحرف اللي داخلة في الصناعة التقليدية الخدماتية مرتبطة مباشرة بصحة المواطنين، الحلاقة وغيرها والميكانيك والترصيص مرتبط بصحة المواطنين، سلامة كذلك العاملين في هذا المجال هو محور مهم. ولهذا عقدنا مجموعة من الاتفاقيات مع كليات الطب بالنسبة لبعض الحرف، مع كلية الطب سواء في الدار البيضاء وفي فاس، للاشتغال على المخاطر خاصة في الجانب ديال بعض النحاس، بعض الحديد، بعض الأشياء اللي عندها أثر على سلامة، هذا ماشي غير القطع ولكن على بعض الأمور اللي عندها مآلات بعد سنوات كتظهر بعض الأمراض. فهذه الدراسات هي مهمة واشتغلنا عليها. ثم اليوم كاين هناك تحضير، كاين دلائل موجودة، وهذه الدلائل كتكون احيانا المعارض اللي كتنظم مناسبه للتعريف بهذه المخاطر، ولكن مع ذلك احنا اليوم يعني نحرص على انه سيتنظم برنامج وحمله وطنيه للتعريف بهذه المخاطر. الوسائل والادله توجدت، البرامج كذلك محضره، وهذا لا يمنع انه في كل تكوين سواء التكوين المستمر اللي كيكون
يستهدف الصناع دائما، وكذلك في برامج اللي كتكون في المعارض دائما كنطالبوا وكنأكدوا على يعني المنشطين او المشرفين على هذه المعارض على ضرورة التعريف ببعض المخاطر اللي يمكن يتلقاوها الصناعية في العمل ديالهم. هذا بطبيعة الحال لا يمنع انه القضية اللي طرحته السيد النائب ديال التأمين وديال بعض المخاطر، انا كنقول بان القطاع محتاج لاول شيء محتاج ليه هو التقنين، القانون المنظم للصناعة التقليدية. ولهذا ملي جمعناكم كرؤساء غرف وقدمنا لكم مشروع القانون اللي هو بمناسبة ماشي قانون جديد، ولكن في إطار المقاربة التشاركية اللي كنقوموا بها وكنأمنوا بها، أنه من أجل أول شيء اللي خصنا اليوم نعملوا عليه هو إخراج القانون، لأن هذا القانون غادي يساهم في تنظيم القطاع. فالقطاع ملي كنطرحوا مشكل ديال التأمين وتخوفات بعض الجهات من أنها تدخل في تأمينات مباشرة مع بعض المقاولات أو بعض يعني الناس اللي كيشتغلوا في هذا المجال، كنقولوا بأن المدخل الأساسي هو القانون قطاع. واليوم الحمد لله راه القانون قبض يعني في الطريق وقبض المسطرة التشريعية، وكنتظروا يعني كنتظروا التسريع كذلك منين يجي لهذه الغرفه انه يكون واحد التفاعل ايجابي من اجل الاسهام في يعني في الخروج ديالو في اقرب الاجل، لانه بدون هذا القانون لا يمكن ان نتحدث عن مجموعه ديال المشاكل اللي يمكن نقولوا بانها كاينه في القطاع. طبعا هذا قطاع ملي كنتكلموا 20% من الساكنه النشطه كتشتغل في الصناعه التقليديه، كنتكلموا على 2.3 مليون، طبعا يمكن تكون مشاكل، هذا طبيعي لانك تتكلم على يعني واحد الفئه عريضه وعريضه جدا، ولكن هناك اراده حاضره وهناك برامج كذلك مواكبه من اجل تلافي كل هذه الاشكاليات اللي يمكن لها تاثر على الوضعيه ديال الصانع التقليدي. شكرا السيده كاتبه الدوله، ونبقى دائما في قطاع الصناعه التقليديه، والسؤال الموالي موضوعه الصناعه التقليديه بالعالم القروي. الكلمه لاحد الساده المستشارين من الفريق الحركي لبسط السؤال، تفضل ولي إدريس. بسم الله الرحمن الرحيم. الرئيس، السادة الوزراء، السيدات الوزيرات، إخواني المستشارين والمستشارات، تظل الصناعة التقليدية قطاعا هاما بالنسبة لدينامية الاقتصادية القروية وإحدى الأسس لتحسين داخل الصناع التقليديين وخلق فرص الشغل للساكنة القروية، إلا أنه مع كامل الأسف أصبح هذا القطاع يعاني من عدة معيقات ساهمت في تراجع أهمات صعوبات تسويق هذه المنتوجات التقليدية في غياب سياسة تشجيع السياحة القروية، وصعوبات ولوج إلى التمويل البنكي بسبب الشروط المجحفة والتعجيزية، غياب التغطية الصحية لفائدة الصناع التقليديين. كل هذه الأسباب أدت السيدة الوزيرة إلى تراجع معاناة الصناع التقليديين. وعلى هذا الأساس نسائلكم السيدة الوزيرة، ما هي استراتيجية الحكومة للنهوض بأوضاع الصناع التقليديين خاصة بالعالم القروي؟ وشكرا. شكرا سيد المستشار، لكم كلمة سيدة كاتبة الدولة إجابة على السؤال. كنشكركم سيد المستشار على هذا السؤال اللي مرتبط بالعالم القروي، وهي مناسبة لكي أجيب على موضوع ديال دور الصانعات، لأن كتعرفوا بأن وزارة الصناعة التقليدية هي من الوزارات اللي عندها القرب وعندها بنيات تحتية للصناعة التقليدية في مجموعة من مناطق العالم القروي. ومن أهم هذه البنيات هناك دور الصانعة. دور الصانعة اليوم شبكة تقريبا 82 دار صانعة، وحنا في الأفق يعني على الشغل على 27 دار. وبالمناسبة هذه الشبكة أغلبيتها هي دور صانعة مفتوحة ونشيطة، وأنا شخصيا قمت بزيارة مجموعة منها في جنوب المغرب و يعني في مختلف المناطق، في سيدي فني في العيون في يعني في منطقة ديال مكناس في إفران. هذه يعني دور صنعاء اللي هي نشيطة، يمكن تكون ملاحظات على بعض الدور في بعض المناطق، وهنا أنا كنقول بأن هذه الدور هي كتعمل بشراكة بمقاربة تشاركية، ما كتقومش بها الوزارة لوحدها، ولكن في كثير من الأحيان تفتح هذه الدور تحت طلب من الجماعات الترابية اللي موجودة في عين المكان، تطلب بفتح هذه الدار أولا لتجميع النساء القرويات، ثم لتتمين المنتوج اللي كيقوموا به. وبهذه المناسبة يعني هذا كنظن أنه مجهود مهم، وحنا اليوم كنشتغلوا في إطار تصور جديد اللي غادي نعلنوا عليه قريبا خاص بدور الصنعة، لان كنعتبروا هذا الدور مهم، عندهم اهميه اقتصاديه واجتماعيه كبرى، لان هاد النساء الحرفيات كيمكن لهم بفضل الا تطور التمويل والتسويق والعرض كيمكن لهم يساهموا
في موارد قارة بالنسبة لهم ولأسرهم، وبالتالي يمكن لهم يساهموا في التمدرس ديال الأبناء ديالهم. وحنا كنعرفوا أن التربية والتعليم هي المدخل ديال تطوير المجتمعات وديال كذلك تقدمها. شكرا لكم الكلمة سيد المستشار في إطار التعقيب، تفضل. سيدة الوزيرة، اللي كنطلبوا منكم أولا خصكم تقووا لنا المعارض، لأن من المعارض باش هاد الصناع التقليديين كيصوبوا المنتوج ديالهم باش يبيعوه. واللي كنطلبوا منكم السيدة الوزيرة النقطة الثانية، وهو تشوفوا لنا حل الأحياء الصناعية، لأن الأحياء الصناعية راه مشكل كبير عندنا في المغرب. الصانع كيمشي ما كيتكلف عليكم والو، ما كتخسروا عليه لا في مدرسة ولا في والو، كيتعلم الحرفة وكينوض كيشغل راسو وكيشغل أربعة ولا خمسة الناس معاه، وكيمشي كيكري محل اليوم وكيشري الآلات ديالو كلشي في الآخر، كينوض الجيران كينوضوا يدعيوه، كتم بإغلاق المحل ديالو. خصكم تشوفوا لنا، الله يجازيك بخير السيدة الوزيرة، الحل لهذا المشكل. والنقطة الثانية السيدة الوزيرة، بغيت نسقسيك على سوق نموذجي بأسفي مجهز ناضي ومازال ما تحلش، بغينا نشوفوا شنو المشكل علاش ما تحلش. والنقطة الثالثة السيدة الوزيرة، بغينا نشوفوا مشاكل ديال التأمين. صانع تقليدي كيجيب معه واحد جوج ديال الدراري باش يعلمهم الحرفة والصناعة، لأن الصناعة انقرضت دابا، مشات تنقرض في البلاد، وما خصوش يخدموا لأن ما عندوش باش يسجلوا في الضمان الاجتماعي، ولا ما عندوش لاسورانس لأن مازال قصير، وكيكونوا المشاكل. بغينا تشوفوا لنا هذا المشكل. والمشكل الرابع السيدة الوزيرة، بغيناكم تشوفوا لنا الأبناك باش يديروا تسهيلات مع هاد الصناع التقليديين. صانع تقليدي دابا كيبغي قرض، كيبدا يقولوا له خصك تجيب هذه وخصك تجيب هذه وخصك تجيب هذه، عندنا مشاكل كبيره. والسيده الوزيره، عندنا مشاكل اخرى، خصكم تشوفوا شي 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 كيفاش ديروا لنا الضمان الاجتماعي. شكرا سيد المستشار، انتهى الوقت، لكم الكلمه السيده الكاتبه الدوله لرد على التعقيب. شكرا سيد المستشار، وطرحتي في الحق مجموعه ديال الاشكالات كلها مهمه، ولكن يمكن تجي مناسبات اخرى المزيد من التفصيل. نبغي فقط ناكد انه بالنسبه للصناعه التقليديه في العالم القروي اليوم المجهودات اللي كتبذل، اولا الوحدات المتنقله التي تصل الى عين المكان من اجل التكوين والتاهيل في الحرف، هذا ما يمكن الا يكون في مصلحه الصانع التقليدي في العالم القروي. بالنسبه يعني البرامج اللي كتستهدف كذلك المرتبطه بالعلامات ديال التصديق الجماعي خاصه بواحد المنتوجات، وهنا كنجاوب على سؤالك ديال الانقراض. بالنسبه لهذه الحرف المهدده اليوم كاين احصاء وكاين توصيف 46 تقريبا 42 حرفه مهدده بالانقراض، 26 منها وقع لها التوصيف والتدوين، وبالتالي جاري الاشتغال على برنامج من اجل حمايتها. طرحتوا سيد المستشار مجموعه ديال القضايا مرتبطه بالاحياء الصناعية، الأحياء الخاصة بأنشطة الصناعة التقليدية، كنتفق معكم هذا اليوم من الهموم التي تطرح في مجموعة ديال المدن، واللي صراحة حلها ليس باش نكون معك صريحة، الحل ديالها ليس فقط عند الوزارة، احنا عندنا الإرادة، هناك إرادة كبيرة من أجل إنجاح هذه المشاريع، ولكن كنطلبوا منكم في عين المكان أنه يكون واحد التعاون مع مختلف الشركاء لتوفير الوعاء العقاري، يكون وعاء عقاري صافي لهذه مثل هذه الأنشطة، وتكون يعني تتخذ التدابير الاداريه الاخرى، ونحن على استعداد للتعاون معكم، لاننا يعني مقتنعين بان هذا اليوم المشاكل المستقبليه، اليوم بدات بواحد الحده ولكن غتزداد في المستقبل. شكراً، ولا بد من التفكير الجماعي لايجاد واراده جماعيه لحلها. شكرا سيده كاتبه الدوله، ونشكرك باسم المجلس على مساهمتك في هذه الجلسه التشريعيه، وننتقل الى قطاع التنميه المستدامه. والسؤال الأول موضوعه حماية الأحزمة الخضراء، الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم السؤال. سيدة المستشارة تفضلي. شكرا سيد الرئيس، سيدات الوزيرات، سيدان الوزيران المحترمان، سيدات والسادة المستشارون. سيدة الوزيرة، نسائلكم عن الإجراءات القانونية والتنظيمية المزمع اتخاذها لحماية الأحزمة الخضراء للمدن المغربية. شكرا. شكرا لك الكلمة سيدة كاتبة الدولة لإجابة السؤال. شكرا سيدة المستشارة المحترمة، أولا لابد من الإشارة أنه الحمد لله في بلادنا في إطار تقاسم السلط اليوم الجماعات الترابية من اختصاصاتها الذاتية
ما يقع في نفوذها الترابي من اختصاص لتدبير المساحات الخضراء، ولكن في إطار الشراكة والمسؤولية المشتركة لنا جانب التشريع والرقابة من الذي يؤثرهم بالطبع القانون 1203 المتعلق بالتأثير دراسة التأثير على البيئة، ثم الرقابة البعدية التي تؤثرها المرسوم المتعلق بالشرطة البيئية اللي حقيقة اليوم احنا مساءلين على المستوى الوطني في كل ما يمكن، ولكن الذي يجب أن نعمله هو أن نؤهل بلادنا باش اختصاصات لكل يعني قطاع ولكل سواء المستوى الأفقي وكذلك على المستوى الترابي. وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى الخلية اللي أصبحت اليوم خلية مؤسساتية داخل الوزارة كتشتغل على الرقابة القبلية والرقابة البعدية، بحيث أنك تجرد على بشكل دوري ما يمكن أن تراقبه، ثم اتخذ إجراءات العملية بالتنسيق مع المديريات الجهوية ديالنا وكذلك بالتنسيق مع السلطة الترابية من أجل ما كنمشيوش في الحل الإشكال الآني ولكن في استدامة الحلول. شكرا لك الكلمة السيدة المستشارة في إطار التعقيب. سيد الرئيس، شكرا سيد الوزير على المعطيات التي تفضلتم بها. أريد أن أؤكد على أهمية الأحزمة الخضراء من جانب البيئة الصحية للساكنة كونها تمثل الرئة التي تنفس من خلالها المدن، وهو ما نص عليه القانون الإطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. أؤكد أيضا على أهمية هذه الأحزمة في ظل ما أصبحت تعرفه كبريات المدن من ارتفاع التلوث الحاصل في بسبب توسع في الأنشطة الصناعية والسياحية وانبعاثات وسائل النقل، فضلا عن طبيعة التخطيط الحضاري وما يتطلبه من رفع لمعدلات المساحة الخضراء للفرد من معدلات هزيلة إلى معدلات تصل إلى 10 إلى أو 12 متر مربع للفرد. نشير أيضا إلى دور الأحزمة الحيوية في محاربة الفيضانات، حيث يمكنها كبح جزء كبير من الأمطار وتنظيم سيلانها وتغيير اتجاهها لتفادي الأضرار والخسائر التي تلحق بالسكن والساكنة. وأود أن أشير هنا إلى المخطط التوجيهي لمدينة مراكش صدو الذي صدق عليه سنة 1995، وكان قد سطر من بين مشاريعه إنجاز أو إنشاء حزام أخضر جنوب المدينة، لكنه لأسباب تم التخلي عنه، وكان من شأنه تقليل من مخاطر الفيضانات التي تعرفها المدينة من جهة الجنوب، أو على الأقل خلق منطقة عازلة إن زون طومبون لحماية الخنادق التي خصصت لهذه الغاية والتي تعرف رمي الأتربة. أيضا المساحة الخضراء وما لها من دور فعال في الحماية من التصحر بتثبيت الرمال وتقليص الزوابع الرملية. أيضا للأحزمة الخضراء يمكن تضيفها الحفاظ على المناطق الفلاحية بجوار المدن والتي تعرف تقلصا وتهديدا، وأيضا كأداة لإعداد وتهيئة التراب بجعلها حدا للتوسع العمراني وإعادة توجيه التعمير، هذا لما يمثله التوسع العمراني من تهديد للتنوع البيولوجي. الأحزمة الخضراء أيضا موروث ثقافي واجتماعي، على سبيل المثال نجد أن حدائق أكدال النخيل والعرصات الموجودة على هامش مراكش كانت مرتبطة بنزاهات وبالطنجية المراكشية. وختاما، ولما تمثل هذه الأحزمة على المستوى البيئي الاجتماعي الثقافي ولما تتعرض له من الإهمال وتدخلات غير الملائمة لطبيعة المجال رغم وجود دراسات الآثار، إلا أنه نعرف أن هناك تدخلات غير ملائمة للمجال، وهذا يكرس التدهور المستمر وتقليص حجمها. لذا ندعوكم سيدة الوزيرة، نحن في فريق العدالة والتنمية، إلى وضع إطار قانوني ومؤسساتي خاص بهذه الأحزمة الخضراء سواء لحمايتها أو لخلقها وتعميمها على مستوى الوطن، وتحديد مسؤوليات ومهام كافة المتدخلين. وشكرا. شكرا سيدة المستشارة. لكم الكلمة سيدة كاتبة الدولة للرد على التعقيب، تفضلي. سيدة المستشارة المحترمة، أنا بغيت نتفاعل معك على ثلاثة مستويات. المستوى الأول هو واحد النداء للمغربيات والمغاربة، وأنا عارفة أن النظافة هي من عمق الحضارة المغربية، وبالتالي اليوم عافاكم الله يخليكم، اي رمي للازبال في المساحات الخضراء هي كتكلف المواطن والدوله المغربيه. التدهور البيئي كيف ما قلت واكرره كثير من المرات، 33 مليار 3.51 من الناتج الوطني الخام. بالتالي عافاكم، رمي اللي كترمى الازبال ماشي ولا هو الاثر الصحي، ممكن انا اقول واتحمل المسؤوليه، ممكن ان يتسبب في موت احد، بالتالي في موت لا سواء في برا او بحرا، الميكله مشات لا قدرت لا شي نوع من الاسماء الكبيره ممكن. بالتالي هذا
هذا رجاء، وانا كان هذا رجاء. انا عارفه اصلا الحضاره والثقافه المغربيه. المستوى الثالث هو حنا كنحضروا السياسه الوطنيه المناخيه اللي فيها بعدي التاقلم والتكيف اللي هو المفترض في كل جهه جهه خاص يكون عندنا واحد لا فالور ليميت ديال المساحات الخضراء اللي بامكانها كنحاصروا التغير المناخي اللي اصبح بلادنا، اصبحت بلادنا جزء من البلدان اللي كتعاني. وخير دليل هو ما وقع في المستوى العامل والمؤشر الثاني وندره المياه. بالتالي في النفس واكرر هذا النداء ان نحافظ على بيئتنا من هذا المنطلق. هذا المستوى الثالث هو اننا في عمق تنزيل ديال الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه اللي فيها ثلاثه ديال المحاور الاستراتيجيه. شكرا سيده كاتبه الدوله. والمستوى الترابي فيها اجراءات والاطارات. السؤال الثاني موضوعه الغازات المنبعثه من المحطه الحراريه بالعيون. الكلمه لاحد الساده المستشارين فريق الاستقلال. السيد المستشار. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدات السادة الوزراء، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، موضوع سؤالنا اليوم يرتبط بالمحطة الحرارية لمدينة العيون المتواجدة بالمدخل الغربي والمقامة على مساحة تقدر ب 11 هكتار وتقريبا قدرتها الإنتاجية هي 72 ميجا وات. هذه المحطة الحرارية تشتغل بمادة الفيول وهي تخلف مجموعة من المخلفات الغازية والصلباء والسائلة. سؤالنا اليوم السيدة كاتبة الدولة هو عن الإجراءات المتخذة من أجل الحد من مخلفات من تأثير هذه المخلفات على صحة الساكنة. وشكرا. شكرا سيد المستشار، لك الكلمة سيدة كاتبة الدولة لإجابة على السؤال. المستشار المحترم، وهذا السؤال يتعلق بمدينة العيون ويتعلق بمدن أخرى. وأنا كنقول لك السيد المستشار المحترم أننا في كتابة الدولة التنمية المستدامة لأول مرة كندير واحد العمل منهجي وتشاركي مع المؤسسات خاصة المكتب الوطني للماء والكهرباء على أساس أن نحل المشكل في عمقه. وهذا الحمد لله هذا العمل راه غادي في إطاره الرقابي. درنا تقريبا الرقابه ومشات الشرطه البيئيه ودرنا يعني العمل في كل يعني المدن اللي عندها هذا الاشكال فيما يتعلق بالعيون. فيما يتعلق بالعيون كيف ما كتعرفوا ان انشاء احداث المحطه الحراريه اصلا مؤطره في القانون ديال الموافقه البيئيه في قرار عاملي. بالتالي كاين دفتر تحملات فيه كاين هذا الاشكال ديال ان ملي كتكون الذروه طلب ديال الكهرباء الذروه كيكون كذلك تسريع الانتاج في المحطه مما يؤدي الى. وبالتالي هذا فاش كانت عندنا شكايات من مختلف الشركاء ديالنا خاصه في مدينه العيون، مشات الشرطه البيئيه في شهر 7 داروا التقرير. حنا نتواصل لحل المشكل سواء في العيون او في المدن الاخرى المعنيه بهذه الاشكاليه. شكرا. تفضل السيد المستشار في اطار التعقيب. سيدة كاتبة الدولة، وبطبيعة الحال يعني ننقل لكم انشغال ساكنة مدينة العيون حول هذا الموضوع ديال المحطة الحرارية، واللي هو بطبيعة الحال هذا الانشغال ليس مبني من فراغ. أول شيء حاجة، هذا المشروع ديال المحطة الحرارية كان مبرمج في مدينة تيت ملول، ثم تم إعادة ترحيل المشروع إلى مدينة تيزنيت ليتم توطينه مؤخرا بمدينة العيون. هذه المحطة الحرارية كيف قلنا يعني أول شيء هي تنبعث منها انبعاثات غازية اللي هي مرئية، ثم كذلك روائح كريهة. هذه المحطة الحرارية تتواجد بالمدخل الغربي، يعني تحت تأثير الرياح السائدة اللي كتجي من الشمال الغربي. أي انبعاث غازي يخرج من هذه المحطة فهو يتجه مباشرة إلى مدينة العيون. ثم إن هذه المحطة هي على الضفة الجنوبية لواد الساقية الحمراء، واللي يعني يشكل الشريان الرئيسي اللي يغذي يعني الفرشه المائيه اللي تزود مدينه العيون بماء الصالح للشرب. اذا هذه انشغالات ديال الساكنه هي مبرره. كذلك السيد الوزير، احنا متاكدين انه يعني التنميه لا بد لها من طاقه، والطاقه ولكن فيها مصادر الطاقه اللي هي تكون ملوثه وفيها مصادر اللي هي تكون نظيفه. لا يوقع ان مدينه العيون تكون محاطه بمجموعه من الحظائر اللي تنتج لنا الطاقه النظيفه، اخف النير اللي فيها الطاقه الريحيه، طرفايا اللي فيها الطاقه الريحيه، الشيره اللي فيها محطه يعني شمسيه، كذلك في مولوات الطاقه الريحيه، يعني مجموعه من الحظائر اللي تنتج لنا الطاقه اللي هي نظيفه. ثم لا زلنا نعتمد على المحطه الحراريه اللي تخلف هذه يعني المخلفات اللي نعتبرها انها مضره بالبيئه.
السيدة الوزيرة نطالبكم بإجراءات اللي تكون يعني تعطينا اللي هي عناصر تكون مقنعة للساكنة، ماشي نقدموا فقط دراسات تكون قابلية ديال تأثير البيئة، خاصنا تكونوا عمليات في عين المكان وتفعلوا الرقابة ديال الدولة على منشآتها، ماشي فقط يعني تكون الرقابة على القطاع الخاص وإنما كذلك على المنشآت ديال الدولة، باش تكون يعني هذا التأثير على البيئة يكون مدروس ويكون معروف على أنه الانبعاثات تكون داخلة في إطار ما هو مسموح به دوليا. وشكرا. شكرا سيد المستشار. لكم كلمة سيدة كاتبة الدولة لرد على التعقيب. شكرا سيد المستشار المحترم. نتفق حتى واحد ما يختلف حول أولا لابد أن نوجد تعاونا توازنا في معادلة صعبة. شقها الأول هو أننا خصنا التنمية وخصنا الطاقة وخصنا الطاقة في المحطات الحرارية لأن متعلقة بواحد الذروة، بالتالي واحد المنحة اللي ما يمكنش ملي كتوقفوا غيوقف الضوء في ماشي في العيون ولكن غيوقف واحد الجهة كاملة، ولكن في نفس الوقت خصنا نمشيو لعملية التخفيف اللي دارها العالم كله، عملية التأقلم والتكيف. هذا هو موضوع أولا العمل اللي درناه منهجي منذ تعيين الحكومة إلى اليوم، بحيث أن اليوم عندنا تقريبا التشخيص الكامل، ولكن مع الشركاء ديالنا كنحاولوا أن تكون عندنا حلول كيف ما قلتي إجرائية ونطمئن الساكنة. أنا الحمد لله هذا الملف الحمد لله وفيه نقاش، هذا هو اللي أول مرة كاين نقاش مؤسساتي مع المكتب الوطني، هذا كاين اللجنة يحضرها جميع المدراء وكيدارسوا كيفاش ممكن نحلوا الإشكال على المستوى الوطني. هذا المسألة. المستوى التالي هو أن المغرب إن شاء الله بالتبصر ديال جلالة الملك اللي منذ عقدين قرر أن تكون لنا استراتيجية وطنية للطاقة للنجاعة الطاقية، اليوم المفترض أن إن شاء الله على الأمد المتوسط أو القريب ما غاديش نبقاو نحتاجوا الذروة في بلادنا باستعمال الفيول، بالتالي نصبروا شوية غادي نديروا التأقلم التكييف باش نمشي وأننا ما يكونش ضرر ماشي فقط للساكن للساكنة وللبيئة لأن هذا عنده علاقة بتهدير كيهدد المنظومة الإيكولوجية، ولكن أنا كنقول لك على المدى المتوسط انتهى الوقت سيدة كاتبة الدولة، غيكون الأول إقليميا أنه انتهى الوقت. شكرا ونشكر السيدة كاتبة الدولة على مساهمتها في هذه الجلسة، وننتقل للسؤال الأول الموجه لقطاع الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وموضوعه العناية بالأشخاص في وضع إعاقة بالوسط القروي. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق العدالة والتنمية. تفضل السيد المستشار. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس، سيدات والسادة الوزراء والمستشارين المحترمين. السيدة الوزيرة، يعاني الأشخاص في وضعية إعاقة بالعالم القروي من ظروف صعبة في ظل غياب المراكز والمدارس والجمعيات والمساعدات والدعم الاجتماعي، فماذا أنتم فاعلون لانتشال هذه الفئة من معاناتها؟ شكرا. شكرا سيد المستشار، لك الكلمة السيدة الوزيرة لإجابة على السؤال. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين. سيد المستشار المحترم، أولا هذا سؤال مهم جدا على اعتبار أن الأرقام التي أفرزها البحث الوطني الثاني كيقول بأن الإعاقة في المغرب هي 6.8%، ولكن كنجي نشوفوا نسبة الإعاقة في المجال القروي كنلقاوها 41.5% من هذا المجموع ديال 2.5 مليون، يعني نسبة كبيرة جدا. ونزيد ندقق معك أن 56% من هذا 41.5% تعاني من إعاقة من متوسطة إلى عميقة. إذن بالفعل كاين واحد الشريحة في الوسط القروي التي تحتاج منا أن ندبر أمرها، ليس بشكل مختلف ولكن أن نركز عليها، لأننا فاش وضعنا سياسة عمومية وخرجنا منها واحد المخطط تنفيذي وطني، فهذا يهم الشخص في وضعية إعاقة سواء كان في الوسط المديني أو كان في الوسط القروي، لكن هناك حاجة ماسة للتركيز على هذه الفئة خصوصا فيما يتعلق بالتمدرس. اليوم القانون الإطار 97/13 اللي هو متعلق بالنهوض بأشخاص في وضعية إعاقة يقول لك بأن تمدرس ديال الأشخاص في وضعية إعاقة جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية. الآن القانون الإطار اللي غادي يجيكم ديال التربية والتكوين حتى هو كيأكد على أن الرابعة هو التمدرس، وبالتالي فوق ما كانت واحد المؤسسة عمومية
في القرية غادي تكون كذلك هي مجال ديال التمدرس ديال الأشخاص في وضعية إعاقة. ثانيا صندوق التماسك الاجتماعي لا يستثني الأطفال في وضعية إعاقة اللي كاينين في القرى من خدماتها، كيف ما كيقدمها في المدينة فهو يقدمها في القرية، وانتم كتعرفوا بأننا خرجنا الخدمة ديال توزيع الأجهزة والأجهزة التعويضية وكذلك المعينات من الرباط وديناها المدن، فهي موجودة الآن تراديا كذلك في المجال والوسط القروي، لكن لا بد أن نبذل جهد أكبر من أجل العدالة المجالية. شكرا سيدة الوزيرة، لكم كلمة سيد المستشار في إطار التعقيب تفضل. شكرا سيدة الوزيرة، طبعا طلعت على البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، وهو بحث قيم وغني، والمفروض بعد أن كان قد أنجز قبله وقبل 10 سنوات بحث أول حسب ما يقول، هو المفروض أنه تجميع المعطيات الكمية والنوعية لبلورة استراتيجيات جديدة تستجيب لهذه الحاجيات. إذن أن هذا ذاك البحث كان المفروض أنه يكون منطلق حقيقي وجواب، ومن خلال بلورة برامج استعجالية، خاصة وأن هذه الفئة تعاني في الوسط القروي أكثر مما تعاني في الوسط الحضري لغياب البنية التحتية. وأنا سأذكر مثلا للأسف حيا عشته وأعيش من خلال زيارة بعض هذه الأشخاص، وصلنا نداء استغاثة من أسرة لها شخص في وضعية إعاقة في إطار جمعية عمل اجتماعي، وقمنا بزيارة تلك الأسرة، فوجدنا امرأة عجوز في أرض العمر ولها ابن معاق حركيا وذهنيا يجلس على حصيرة من البلاستيك يأكلها، يأكل أطرافا منها جوعا، فقالت لنا المرأة العجوز ماذا أنا فاعلة به، أنا أيضا لا أقتت إلا عند الأسر القريبة مني. إذن هذا الوضعية، ثم أن خروج القانون الإطار منذ 2015 في الجريدة الرسمية فيه ما ينص على المساعدة المالية والمادية والدعم الاجتماعي لهؤلاء الأشخاص والأسر المتكفلة بهم، ويربط الأمر بنص تنظيمي لم يصدر بعد. هذه الأمور هي التي يجب فيها الاستعجال، هذه الأمور سيدة الوزيرة يجب أن تتعامل فيها بجرأة مبالغ فيها، والكل سيصفق لكم لأن هؤلاء الأشخاص لا ينتظرون. الآن تقريبا 1 مليون الأشخاص في وضعية إعاقة في العالم القروي محروم من التمدرس، محروم من الولوج لأبسط الخدمات الاجتماعية، بل منهم من لا يخرج من بيته إلا إلى القبر، لأنهم حتى ذلك الأدوات التي توفرها بعض الجهات لا يصلون إليها. مثلا هناك المجلس العام والأقاليم والجهات كذا توفر كراسي وعكاكيز، ولكن يجب أن يبحثوهم عنها، والقليل من يصل إليها. إذن أن مثل هذه الأمور يجب أن تلتف، على الأقل نديروا آليات كما درنا البحث، نديروا خريطة الإعاقة في العالم القروي، ونبقوا حنا نوصلوا عندك الناس ندوروا فيهم، ماشي ننتظرهم أن يأتون إلينا. كاين كراسي يأكلها الصدأ في بعض المستودعات التعاون الوطني والعمالات، ولكن هناك أشخاص يبحثون عنها. ثم أنه علاش أنه مثلا على الأقل الرعاية الطبية نبقوا نستهدفوا هؤلاء العاجزون عن الحركة داخل بيوتاتهم. وشكرا السيدة الوزيرة. شكرا لك الكلمة السيدة الوزيرة لرد على التعقيب تفضلي. بغيت نقول لك السيد المستشار، راك اكدتي بانه حنا في سنه 2014 عاد درنا البحث الوطني الثاني، وبنينا على نتائج هذا البحث باش خرجنا السياسه العموميه في نفس السنه 2014، وخرجنا المخطط في 2015، والان طبعا راه العمل غادي بموجب استراتيجيه اللي هي مبنيه على الالتقائيه بين جميع المتدخلين. اللي بغيت نعاود ناكد عليه هو ان هذا الشيء اللي كتقول هو طبعا ما خافيش علينا، وعارفين بان هناك بعض الحالات من هذا القبيل، يعني اسر التي تحتاج الى دعم مباشر. القانون الإطار 97-13 يحيل على قانون للدعم الاجتماعي وليس نصا تنظيميا، وبالتالي هذا وقف على أن نحدد النظام لتقييم الإعاقة باش تعطى هذا الدعم في إطار الاستهداف اللي مشغلة عليه الحكومة الآن. شكرا سيد الوزير. السؤال الثاني موضوعه ظاهرة الأطفال المتشردين بالقرى والمدن المغربية. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الاتحاد المغربي للشغل لتقديم السؤال. السيدة المستشارة تفضلي. شكرا سيدة الرئيس المحترم، السادة والسيدات الوزراء المحترمون، السادة والسيدات البرلمانيين المحترمين.
نسألكم السيدة الوزيرة عن استراتيجيات وزارتكم للحد من ظاهرة الأطفال المشردين وشكرا. شكرا سيدة المستشارة، لك الكلمة سيدة الوزيرة لإجابة على السؤال. طبعا يطول الكلام لكي نعرض عليكم استراتيجية بشكل عام، ولكن نقول لكم بأنه أولا أطلقنا سياسة عمومية لحماية الطفولة بناء على التقييم ديال البرنامج الذي كان من قبل أولا. ثانيا أنه أطلقنا مجموعة من البرامج من ضمنها برنامج يستهدف المشردين من الأطفال، وهو برنامج مدن بدون أطفال في الشارع. شكرا سيدة الوزيرة، في إطار التعقيب تفضلي سيدة المستشارة. شكرا سيدة الوزيرة، إن ظاهرة أطفال الشوارع المشردين معضلة مقلقة تهدد البلد، ونتيجة طبيعية لفشل السياسات العمومية في مجال الاجتماعي، وهي مظهر صارخ من مظاهر خرق حقوق الطفل بما يتناقض وما يقره الدستور المغربي ومدونة الأسرة بشأن الطفل والمواثيق الدولية والتزامات المغرب بأهداف التنمية المستدامة. والخطير أن الظاهرة تتفاقم يوما عن يوم، وأوضاع هذه الشريحة مزرية للغاية، ويمكن أن نعثر على هؤلاء الأطفال بالمحطات الطرقية والقطار والساحات وأبواب المقاهي والمطاعم والأماكن المهجورة وحول القمامات وأمام أبواب العمارات، مدمنون يتعاطون أرخص أنواع المخدرات. يشكل هذا الوضع وسمة عار على جبين المسؤولين، حكومة ووزارة وصية ومؤسسات اجتماعية، سيما أن رقي الدول يقاس بدرجة اهتمامها بأطفالها وتوفير الحماية الشاملة والدائمة لهم. ومعلوم أن أسباب الظاهرة متعددة، ومنها الفقر والبطالة والسكن العشوائي والتفكك الأسري والعنف الأبوي والهدر المدرسي وتدني الوعي في وقصور التنشئة والتوجيه. وهذه العناصر المجتمعية تؤكد السيدة الوزيرة على غياب سياسة التقائية وتقصير واضح للسياسة الاجتماعية وعجزها، وهو ما أكدناه في فريق الاتحاد المغربي للشغل في مناسبات عديدة، خاصة في علاقتنا مع المنظومة التعليمية. إن أطفال الشوارع يعيشون الفصول وتقلباتها تحت لهيب الحر ووتقة القر، وهنا لابد من الإشارة إلى أطفال المغرب العميق الذين يعانون من الثلوج وقساوة البرد في غياب تام للبنيات التحتية واتخاذ الحلول الجذرية والضامنة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي عوض المقاربة الإحسانية الموسمية. وللإشارة السيدة الوزيرة، إن عدم التزام الدولة بتعهداتها خصوصا في مجال حقوق الطفل وعدم الأخذ بعين الاعتبار متطلباته في رسم السياسات العمومية وغياب رؤية استراتيجية للقضاء على هذه الظاهرة وجعلها قضية مجتمعية تتداخل فيها الجهود على كل المستويات المؤسساتية والجمعيات المهتمة، كل هذا لن يؤدي إلى اتساع الهوى بين أطفال شوارع مشردون وبين مجتمع متسمات متضامن ومستقر. ولا بد السيدة الوزيرة من التذكير أنه أصبح من الضروري إضفاء الإزامية على قوانين تحمي الأطفال من سوء المعاملة والإهمال، ولا بد أيضا من بناء شبكة اجتماعية لتقديم الخدمات لهم وإعطاء أهمية النواة ألا وهي الأسر، وخصوصا من هم في وضعية صعبة، والتكفل بالأمهات العازبات ومساعدتهم مع الاندماج وتحسيسهم بمسؤولية الأسرة ومواجهة العنف والاستغلال البشع الجنسي والاقتصادي. وشكرا. شكرا لك الكلمة السيدة الوزيرة، في إطار التعقيب تفضلي. سيدة الرئيس، طبعا الفئة ديال المجتمع دائما عندما يتعلق الأمر بحقوقها سيبقى أن هناك خصاص، يعني مهما ننتج من الاستراتيجيات والسياسات والخدمات دائما غادي يبقى واحد الخصاص. لكن لابد أن نؤكد أنه ما يمكنناش بحضور
سياسة عمومية لحماية الأطفال اللي هي عندها مخطط، اللي هي عندها آليات ديال التتبع من بينها الجنبي الوزارية، اللي انعقدت أكثر من 5 مرات نقولوا في غياب استراتيجية وفي غياب التقائية، لأن أساسا السياسة العمومية المندمجة تعني أن هناك التقائية بين جميع المتدخلين، وأننا لا نعتمد المقاربة القطاعية، نحن نعتمد مقاربة ديال سياسة عمومية مندمجة. فلذلك ما كاين علاش نقولوا كلام اللي هو ينافي الواقع. النقطة الثانية، أنتم تعلمون أن هذه الحكومة أعطت الأولوية للتعليم والصحة، أعطت الأولوية للتعليم لأنها تعلم علم اليقين أن الطفل وهو في عمق اهتماماتنا، لأن مستقبل البلاد نفسه مرهون بهذا الطفل، إلا ما علمتيش إلا ما أهلتيش كتخسره هو وكتخسر كذلك ما يمكن أن يجنيه الوطن من تأهله. القضية الثالثة هي اللي متعلقة بالشبكة ديال المؤسسات. انتم عارفين بأنه كاين مؤسسات الرعاية الاجتماعية اللي هي اليوم كتأهل لصالح الطفل. جوج، كاينين المراكز ديال حماية الطفولة، كاين لو سامو اللي هو البنية التي تقدم خدمات في الشارع وتنقذ الكثير من الأطفال من الشارع. لكن تعلمون كذلك أن من الأسباب ديال وجود الأطفال في الشارع هي أسباب اجتماعية في عمقها الخلافات الأسرية والمشاكل الأسرية. لذلك اليوم أنا كنقول بأن العمل ديال الحكومة فيما هو ثقافي، فيما هو اجتماعي، فيما هو علائقي، راه ما يمكنش تقوم به الحكومة فقط، لابد أن يقوم كذلك المجتمع المدني، الأفراد، حتى كل المؤسسات ديال البلاد بالتعبئة الثقافية والاجتماعية لصالح الأسر، باش تبقى أولا متماسكة، باش يبقى عندنا ذاك التماسك الاجتماعي اللي هو ضروري لدفء يحتاجه الطفل، يبقى في الأسرة دياله ما يخرج البرة. فهناك جهد لابد أن تبدو له الدولة في دعم الأسر، ولكن هناك جهد لخص يقوم به الآخرين اللي هو بالمحاضرة بكذلك تأهيل هذه الأسر باش تبقى محافظة على الأعضاء ديالها كامل، الأطفال والمسنين. شكرا السيدة الوزيرة، ونواصل دائما مع قطاع الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية. والسؤال الثالث موضوعه وضعية المؤسسات الخيرية ببلادنا. الكلمة لأحد السادة المستشارين فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد المستشار. شكرا السيد الرئيس، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة المستشارين، السيدة الوزيرة المحترمة، عن وضعية المؤسسات الرعاية الاجتماعية والإجراءات المزمع اتخاذها لتجاوز الإشكالات نسائلكم. شكرا السيد المستشار، لك الكلمة السيدة الوزيرة إجابة على السؤال. السيد المستشار محترم، أولا سؤال هو مهم في سياق نناقش اليوم مشروع قانون 65-15 متعلق مؤسسات الرعاية الاجتماعية في مجلس النواب، من بعد ما صدقتوا انتوما داخل هذه القبة المحترمة، بما يعني أن هناك أولا عمل الذي كان يقوم على تشخيص ديال واقع هذه المؤسسات من 2012 حتى 2014، من بعد خرجنا آلية من آليات الإصلاح اللي هو القانون، واللي هو يا القانون 65-15 اللي كينسخ القانون 14-05. ثانيا هناك عملية تقريبا منذ 3 سنوات لتأهيل بنيات ديال المؤسسات الرعاية الاجتماعية، بديناها مؤسسات ديال المسنين، اللي نقدر نقول اليوم بالنسبة للمؤسسة ديال المسنين المرخصة ما بقاش شي وحدة اللي عندها شي احتياج أو خصص بلا ما نقدموا لها ما تنتظره. ثانيا الآن في إطار تعبئة أموال من مؤسسات وطنية، ولا بأس أن أذكرها، لا سي دي جي اليوم كتدعم إصلاح البنيات ديال مؤسسات الرعاية الاجتماعية ديال الطفولة، وغنتقلوا فيما بعد في البرنامج ديالنا الطويل المؤسسات ديال الإعاقة. بغيت نقول كذلك أنه في هذه السنتين أحدثنا 40 مؤسسة متعددة
الوظائف لصالح النساء واللي كيستقبلوا كذلك النساء المعنفات بناء على قانون العنف اللي كيشير ان المرأة المعنفة اللي ما تبقاش في البيت ديالها ولا اللي ما عندهاش فين تمشي انها تمشي بعدا مؤقتا لمؤسسة الرعاية الاجتماعية وكنشيروا لهاد لي زوامف اللي هما يتوضعوا لهذا الغرض. كنبغي نقول كذلك بان مؤسسة الرعاية الاجتماعية هي كذلك العاملين الاجتماعيين. القانون او مشروع القانون ولا نقول مسودة مشروع القانون ديال العامل الاجتماعي اللي كاين عند الأمانة العامة رحنا الآن كنشتغلوا عليه باش يخرج في أقرب الأوقات، وبالتالي إصلاح المنظومة كله سيكتمل بإصلاح البنيات وتأهيلها بالآلية القانونية 65-15 وكذلك بتكوين العامل الاجتماعيين. وفي هذا السياق كذلك نذكر بأن المعهد الوطني للعمل الاجتماعي في طنجة التابع للوزارة دخل المنظومة LMD وأصبح مؤسسة ديال التعليم عالي، وبالتالي غادي يخرجنا العامل الاجتماعيين المتخصصين حسب نوع اشتغالهم ومؤسسة كذلك التي يشتغلون فيها سواء كانت دار المسنين ولا ديال الأطفال ولا ديال ذوي الإعاقة. شكرا سيد الوزيرة، لكم كلمة سيد المستشار في إطار التعقيب. شكرا سيدة الوزيرة، من طبيعة الحال نحن نتمين الاشتغال ديالكم في ظل هذه الوزارة، نتمين هذا الاشتغال على المستوى التشريعي على المستوى إنزال واحد مجموعة ديال البرامج مواكبة، برنامج مواكبة يعني الارتقاء إلى آخره. لكن سيدة الوزيرة أثارنا ما هو متضمن في إحدى التقارير من تقليص عدد ديال المؤسسات الرعاية الاجتماعية في سنة 2013 كانت 1347، التقرير يتحدث عن تقليص ديالها في حدود 255 مؤسسة. ها بغناكم تنوروا الرأي العام لأن هذا الشيء اضطر في الصحافة. الأمر الثاني هو القضية ديال المستفيدين والنزلاء في هذه المؤسسات بالتعدد ديالها، لا المسنين ولا المعنية بالتمدرس ديال التلاميذ والطلبة ولا المرأة في وضعية صعبة إلى آخره. هذا النزلاء من طبيعة الحال هناك جهد مبذول ولكن ما زال هناك تقصير. نعطي النموذج ديال دور الطالبة مثلا في إقليم ديال سارودانت، أنتم كتعرفوا أن هذا موسم ديال البرد، نزلاء الطلبة هناك مع البرد القارس كاين نقص في التغذية، كاين نقص في الأغطية. مشكور المجتمع المدني اللي بذل واحد الجهد، انتشرت أن الوزارة والدولة غير كافية ولكن تبذلوا الجهد من قبل المجتمع المدني. تنذكروا أيضا واحد الخطوة جريئة دارها المجتمع المدني في جماعة النحيت بحيث عوض أن يسلم مجموعة من التلميذات حدود 50 تلميذة لهذا المدرسي باعتبار أن ما كاينش دور ديال الإيواء ديالها لا في إغرم ولا في سارودان، تم تحويلهم إلى أيت ملول، وهذه الجمعية تحتاج مزيد من الدعم لإنقاذ هؤلاء التلميذات وفي انتظار يعني بناء مؤسسة الرعاية الاجتماعية في إغرم اللي تمت في إطار التنمية البشرية اللي نتمناو قريبا يعني باش يتم الإنجاز ديالها. القضية الثالثة هو الأطر والمستخدمين ديال مؤسسة الرعاية الاجتماعية. من طبيعة الحال التكلف أو الاعتماد على تقديم الخدمات من قبل قلة باعتبار أن الموارد البشرية في هذه المؤسسات كلها قليلة، ثم أشرتهم إلى القانون ديال يعني هاد المستخدمين اللي نتمناو باش يكون يعني الزيادة في الموارد البشرية، ولكن أيضا تلبيات مجموعة من النقاط المدرجة في الملف المطلبي ديالهم، تحسين الجانب المادي، تحسين الخدمات الاجتماعية لكي يقوموا بالأدوار ديالهم في جو سليم. وشكرا سيدة الوزيرة. شكرا سيد المستشار، لك كلمة سيدة الوزيرة اللي رد على التعقيب. شكرا سيد الرئيس. بغيت نقول سيد المستشار المحترم أن هذا الكلام ديال تقليص المؤسسات أنا لا علم لي به، لأنه لا يمكن للقطاع أن يتدخل لتقليص المؤسسات، لأن أصلا إحداثها رمي بمبادرة مدنية وهي مؤسسات تسير جمعيات ونحن نواكبها ونمارس الرقابة نرخص لها وكذلك نتدخل في الوقت المناسب وكنعطيوها دعم سنوي. إذا ما عندناش الحق لا نغلقوا ولا نمنعوا ولا نقلصوا، هذه الأولى. ثانية أننا نرصد ما يتجاوز 148 مليون و 800 ألف درهم لهذه المؤسسات ديال الرعاية الاجتماعية، وبالتالي حنا واصلين للسقف ديالنا في دعم هذه المؤسسات من الناحية المالية. الآن بالنسبة لدور الطالب والطالبة، نتمناو أن وزارة التربية الوطنية تكون حاضرة في تأهيل هذه المؤسسات وتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بهذه المؤسسات. شكرا السيدة الوزيرة ونشكرك على مساهمتك في هذه الجلسة، ونواصل مع السؤال الأول موجه لقطاع العدل.
وموضوعه توفير المترجمين للأمازيغية في المحاكم المغربية. الكلمة لحس هذا المستشارين من فريق الأسرة والمعاصرة لتقديم السؤال. سي الحور تفضل. شكرا السيد الرئيس، السيدان الوزيران، السيدات الوزيرات، السيدات السادة المستشارين المحترمين. أولا أسقوا سمين ويغودان، هذا يحيي ربي يحييكم سمال يافي مال أسقواس إن شاء الله. نسلدان السطور أسن الناير أدي اكتفوقرا تنمورت. سيد الوزير المحترم، في إطار المصالحة الثقافية واللغوية التي أرسى أسسها دستور 2011، وبالنظر لوجود صعوبات التواصل أمام المحاكم لفئة واسعة من المغاربة الذين يتحدثون الأمازيغية فقط أو لا يتقنون النطق والتعبير بالعربية، نسألكم سيد الوزير عن أسباب تردد الحكومة في توفير مترجمين للأمازيغية في المحاكم المغربية، وشكرا. شكرا سيد المستشار، الكلمة لكم سيد الوزير للإجابة على السؤال. سيد الرئيس، السيدات والسادة المستشارين والمستشارات المحترمون، أولا أشكر فريق الأصالة والمعاصرة على إثارة هذا السؤال حول توفير المترجمين للأمازيغية في المحاكم المغربية. كما تفضلتم لكل المشاكل الناتجة عنه في جميع درجات التقاضي، لابد من تأكيد على أن اللغة الأمازيغية حسب الفصل 5 هي لغة رسمية للدولة وهي رصيد مشترك لجميع المغرب. في انتظار صدور القانون التنظيمي للأمازيغية تنزيلا للمقتضيات الدستورية بشأن تفعيل اللغة الأمازيغية ومن أجل تيسير التواصل بين المتقاضين والقضاء أثناء انعقاد الجلسات، تم إدراج مقتضى في مشروع قانون التنظيم القضائي الموجود اليوم أمام لجنة العدل بمجلسكم الموقر. هذا المشروع أو هذا المقتضى يخول لكل من المحكمة وأطراف النزاع والشهود إمكانية الاستعانة بترجمان محلف أثناء الجلسات، أو إذا ما كانش الترجمان تكلف المحكمة بالترجمة شخص ما بعد أن يؤدي اليمين الدستوري. هذا المشروع هو أمام لجنة العدل في مجلس المستشارين، والاتصالات مع المكتب ديال اللجنة إن شاء الله ستسمح ببرمجة مشروع قانون التنظيم القضائي في الأيام المقبلة. شكرا. شكرا سيد الوزير، لكم كلمة سيد المستشار في إطار تعقيب. شكرا سيد الوزير، أولا من المسلمات أن الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة ملك للمغاربة أجمعين، والأمازيغية لغة رسمية للبلاد بجانب العربية. من المسلمات أيضا أن أكثر من ثلث المغاربة إلا من أقول أكثر لا ينطقون ولا يحسنون النطق والتعبير بالعربية، وهذه اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم. التقاضي حق دستوري لكل المغاربة، فماذا عن هذا المواطن الذي أمام القضاء سواء مدعي أو مدعى عليه لا يعرف ماذا يجري وماذا يقال وماذا يكتب في قضية هو الموضوع فيها؟ هنا ربما يضيع الحق أو يصبح البريء مدان بفعل عدم وتمكين هذا المواطن من التعبير عن طلب حقه أو الدفاع عن نفسه. في الحقيقة السي الوزير، من اللي تكلمنا على المترجمين، هذا حد أدنى سميق بالنسبة لهاد المواطنين، لأنه هذه الترجمة تضمن للأجانب. إذن حتى إلى وفرنا ترجمة لهاد المواطنين راه بحال إلى الأجانب، وهذا الشيء ماشي معقول. إذن لاستكمال هذا الحق الدستوري اللي هو التقاضي، بعد أن تصالح المغرب مع ماضيه، بعد أن تصالح مع أمازيغيته وهي في طور التنزيل لمقتضيات الدستورية، يجب للعدل السيد الوزير أن يتصالح مع المواطن، وهذا الشأن الأمازيغي شق منه. المواطن يجب أن يتوجه إلى المحاكم مطمئن بدون خوف لكي يتصالح العدل مع المغاربة. سؤال آخر السيد الوزير، متى ستكون الأمازيغية لغة للتقاضي؟ ثم يختار المواطن والمتقاضي اللغة التي يريد أن يتقاضى بها، وشكرا سيد الوزير. شكرا سيد المستشار، لكم تفضل سيد الوزير الرد على التعقيب. تفضل. شكرا جزيلا
سيد رئيس، سيد المستشار، أنا أتفق تماما مع ما تفضلتم به، وأود أن أحيي تفاعل كل فرق في لجنة العدل واستعداد الجميع لمعاودة نقاش في قانون التنظيم القضائي، وفيه معطيات نحن مستعدون للتفصيل فيها، كما أننا بصدد اتخاذ واحد العدد الإجراءات مرافقة، منها التفكير في ترجمة كثير من المطويات والمنشورات والنصوص كمرحلة من مراحل التفعيل الرسمي للأمازيغ. ولكن الأساسي الآن هو أن التنظيم القضائي اليوم يوفر هذه المقتضيات ويقننها ويجعل اللغة الأمازيغية لغة للتقاضي. شكرا سيد رئيس. شكرا سيد الوزير. السؤال الثاني موضوعه إشكالية مذكرات البحث الصادرة بشأن استيفاء الغرامات. الكلمة لحسد المستشارين فريق التجمع الوطني للأحرار. تفضل سيد المستشار. شكرا السيد الرئيس، سادة الوزراء، سادة المستشارين. يواجه بعض الأشخاص الذين يكونون موضوع مذكرات بحث معاناة، ولا سيما منهم الذين يعبرون الحدود، حيث يتم اعتقالهم بغية ترحيلهم إلى مقر المحاكم الصادرة عنها الأوامر بإلقاء القبض رغم استعدادهم لأداء الفوري للمبالغ الصادرة في حقهم، وهو ما يفوت عليهم فرصة السفر وما ينجم عنها من معاناة مادية ونفسية. سيد الوزير، ما هي الإجراءات المتخذة من أجل التخفيف من هذه الإشكالية؟ شكرا. شكرا لكم. الكلمة السيد الوزير للإجابة على السؤال. شكرا جزيلا لفريق التجمع الوطني الأحرار على هذا السؤال. إذن هي إجراءات تحصيل تباشر وفق ما هو منصوص عليه في مدونة تحصيل الديون العمومية. يباشر التحصيل بواسطة الإنذار، الحجز، البيع، ويمكن اللجوء حتى إلى الإكراه البدني وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. بطبيعة الحال لا يمكن اللجوء إلى مساطر التحصيل إلا بعد أن يتم تبليغ مقرر الإدانة مسبقا للمدين إذا كان غيابيا إلى آخره. فهذا الموضوع بالذات اللي طرحته السيد المستشار المحترم، إذا لقد تقرر معالجة هذه الحالات خاصة العابرين للحدود وفق إجراءات ضبطت بمنشور مشترك بين وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 29 أبريل 2009 حول تنفيذ الإكراهات البدنية بالمراكز الحدودية على المدينين بديون مدنية أو بالغرامات أو الإدانات النقدية. هذا المنشور دقق وحدد الدور الذي تطلع به كل مصلحة انطلاقا من توقيف المدين في المركز الحدودي إلى حين التصفية النهائية لملف التنفيذ. في حالة توقيف أحد الأشخاص المعنيين بالأمر في أحد المراكز الحدودية وإذا أعرب وأفصح عن رغبته في الأداء الفوري لما بذمته حتى يتمكن من متابعة سفره، يقوم ضابط الشرطة القضائية باستخراج الإشعار بتوقيف الشخص مبحوث عنه ويقدمه إلى صندوق قابض الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمركز الحدودي ليؤدي ما بذمته. وهذا إجراء معمول به وحل كثيرا من المشاكل. بعد الأداء يتم الإفراج حالا عن المكره ويسمح له بمتابعة سفره ما لم يكن موضوع إجراء آخر. شكرا. شكرا سيد الوزير. لكم الكلمة في إطار التعقيب سيد المستشار. سيد الوزير، على ما بذلته من مجهودات في فك هذه الإشكالية، إلا أن الشق الثاني من السؤال السيد الوزير هو فيما يخص إلغاء مذكرات البحث. عندنا لائحة لمجموعة من الأشخاص تم إلقاء القبض عليهم من طرف الأمن الوطني، وبالتالي تسلموا الضابط القضائي للدرك الملكي وتقدموا بطبيعة الحال النيابة العامة، لكن مذكرة البحث لا زالت جارية عنهم، بل تقدموا أكثر من مرتين أو ثلاثة. إذا الإشكالية هنا المطروحة هو في عدم التنسيق ما بين الدرك الملكي لإلغاء مذكرة البحث. طبيعة الحال هما كيعمروا محضر عند الضابط القضائي للدرك الملكي في المركز الإقليمي، ولكن واش بقى تم في المركز الإقليمي أو المركز الجهوي أو من الإدارة المركزية؟ إذا الإشكالية كاين عندنا أشخاص اللي تقدموا ثلاث مرات، مشوا عند الأمن الوطني باش يصابوا البطاقة الوطنية واعتقلوهم ودوهم للدرك الملكي واستمعوا لهم وقدموهم، ومشاو في سحب البطاقه الوطنيه مده شهر وشدوهم كذلك وردوهم، وكاين اللي مشى يقضي غرضه في الداخل وجابوهم الداخل حتى لإقليم طنطان. وعندنا حالات السيد الوزير لا ينعطوهم لكم في اللائحه. وشكرا.
شكرا لكم الكلمة إذا رغبتم في ذلك السيد الوزير في ترد على التعقيب. أنا جاوبت على موضوع هذا المتعلق بالمراكز الحدودية، حيث حقا كان الإنسان كيمشي يسافر ويمشي للحج فيفاجأ أنه عنده كذا، فإذا تحل هذا المشكل. ووصلت لهذه السنة عندي في الإحصائيات أنه مبلغ الإكراهات اللي تنفذت في المراكز الحدودية 4 مليون وكذا ديال المال، إذا كاين تحسن. المغرب بلد قانون، في التنفيذ أحيانا كتوقع بعض الإرباكات، إلا عندك بعض الحالات التي تعتبر أن ما تمش فيها تنفيذ القانون نحن رانا إشارتك. شكرا. شكرا سيد الوزير. السؤال الثالث موضوعه الأطفال المحرومين من الوثائق وغير المعترف بهم. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ليستقدم سؤال. تفضل سي عدل. شكرا السيد الرئيس، السيدة والسادة الوزراء، السيدة والسادة المستشارين المحترمون. السيد الوزير، هناك أعداد كبيرة من الأطفال الذين يعيشون في وضعية بدون عقود الازدياد وغير مسجلين في الحالة المدنية ولا يتوفرون على أي وثيقة لإثبات هويتهم وازديادهم أو متخلى عنهم لأي سبب، ومنهم من لا يعترف بهم أباؤهم أو في نزاع مع أمهاتهم لأسباب متعددة، لكن الواقع هو غياب أي وثيقة تمكنهم من ولوج التعليم العام سواء بالقطاع العمومي أو الخصوصي. الصعوبة سيد الوزير تمكن في حرمان هؤلاء الأطفال من حق تمدرس، فما هي الوسائل القانونية التي ستمكن هؤلاء الأطفال من حق تمدرس وإثبات وثائقهم وهويتهم؟ شكرا سيد المستشار. لكم كلمة سيد الوزير للإجابة على السؤال، تفضل. شكرا سيد رئيس، شكرا سيد المستشار المحترم. طبعا الحل هذا إشكال كبير وانشغال واسع. هذه السنة انخرطت وزارة العدل في شكل فعال في حملة وطنية أعلنتها الحكومة ابتداء من شهر أكتوبر 2017 بهدف تسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية تنفيذا للقرار ديال المجلس الحكومي ديال فاتح يونيو 2017. كان أساس والهدف ديال تعبئة هذه الوسائل هو أساسا يستهدف الحالات المتعلقة بعدم تسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية، إما لكونهم مجهولي النسب أو بسبب معاناة الآباء من صعوبات مادية أو جغرافية أو بسبب وجود نزاعات إلى آخره. وحقا في هذا المجال تعمل مجهود كبير، وفي وزارة العدل وجهنا دورية إلى المسؤولين القضائيين لحثهم على الانخراط لإنجاح هذه الحملة وتعبئة كل الموارد البشرية والتقنية بمختلف المحاكم من أجل تسهيل وتيسير الإجراءات وتبسيطها، والحرص على اختصار الزمن القضائي خاصة في هذه القضايا المتعلقة بتسجيل الأطفال في الحالة المدنية. تم استحداث لجان جهوية إقليمية وفرق متنقلة بتعاون بين مختلف الوزارات لإنجاح هذه العملية، وهذه العملية مكنت الحالات التي تتحدث عنها من الحصول على التسجيل اللي هو الوثيقة الأولية لضمان التمدرس. شكرا سيدنا المستشار. شكرا السيد الوزير. لكم الكلمة السيد المستشار في إطار التعقيب. السيد الوزير المحترم، نتمنى على أن هذا المجهود هذا في هذه الوضعية، لأن الوضعية ديال هذه الفئة وضعية صعبة، الولادة ديالهم في المغرب ما يمكنش باش يستنكروهم الدولة ديالنا، من حقهم على أنهم باش
تسوى الوضعية ديالهم الإدارية ويمشوا للمدرسة ويصوبوا الرميد ويصوبوا الحالة الإدارية ديالهم. واستجابة كذلك مع السؤال ديال الفريق ديالنا فريق اتحاد المغرب للشغل هذا السؤال ديال المتشردين، نعم هذه هي الظاهرة المتشردين، من هنا كيطلعوا المتشردين ومن هنا كتبان المتشردين. فلهذا كنتمناو السيد الوزير المحترم أنكم ديروا مجهود كبير باش تسويوا الوضعية ديال هذه الفئات، وما ماشي يعني شي فئة كبيرة، يعني على حصيتهم راه هي واحد الفئة فقط صغيرة، دير واحد الحملة وتسويو الوضعية ديالهم. وهاد الناس من حقهم على أنهم خلقوا هنا في بلادنا، ولا لاحظتوا في الدول يعني الأجنبية مثلا في أوروبا الإنسان كيخلق في المستشفى كيحصل على الوثائق ديالو الإدارية كيف ما كان، سواء كان أجنبي أو كان يعني داخل التراب هذا. لهذا تنتمناو السيد الوزير المحترم أنكم باش ديروا واحد المجهود تسويو هاد الوضعية. وشكرا. شكرا سيد المستشار لكم، شكرا السيد الوزير، ونشكركم على مساهمتكم في هذه الجلسة التشريعية، ونشكر الجميع على المساهمة ورفعت الجلسة. بسم